سلام خويا عماد، مرحبا. مساء الخير سي طوطو، مرحبا سي سيمو، كذلك سي محمد قبوش، تحياتي كلكم، مرحبا بكم. السلام سي بصير والسي القناوي، سي نضال، مرحبا، تحياتي. سعد نضال، تبارك الله. واش نضال ولا نضال؟ سيدي مرحبا بسي نضال، مرحبا. سي علي ربوح، مرحبا خويا، عليكم السلام، تبارك الله عليك. كذلك اخويا السي عبد الرحيم طالب، الله يحفظك عبد الرحيم طالب، الاخ ديالنا مكون الاجيال، مرحبا. سي محمد ميداوي، تحياتي. سي احمد كذلك، مرحبا، مرحبا بكم. السلام اخي يوسف، تحية رجاوية من اسفي، مرحبا بالناس ديال اسفي اخويا، تحياتي. سي عز الدين كذلك، تبارك الله عليك اخويا. سي احمد كذلك، الصوت ناقص بزاف. انا دابا غنفيريفي، دابا السيمو الصوت ناقص، دابا غنفيريفي. انا عندي سميتو لو سيبور، راه كيبان ليا فيه واش الصوت ناقص او لا. لا دابا تو سويت غادي نعطيك دابا الخبر. تيبان ليا الصوت جيد جدا، الصوت الو. غادي نرجع دابا للبلاصه اللي كنت، نرجع لهنا، الصوت جيد جدا. اللي جا الصوت ناقص ماشي مشكل، هادشي اللي كاين صافي. الو، تحية للإخوة كاملين. لايف اليوم غادي نهضروا فيه بطبيعة الحال، حنا غادي نهضروا فيه على سبيتو، غادي نهضروا فيه حنايا على جوج اللاعبين اللي هما لاعبين مهمين بزاف، اللي هما كيشكلوا التشكيلة الحالية ديال فريق الرجاء البيضاوي. اللاعب اسماعيل مقدم، واللاعب كذلك اللي هو خابة، جوج لاعبين اللي عندهم واحد الثقل ديالهم على مستوى البطولة الوطنية، فيتعطاو الإمكانيات وبينوا على المستوى ديالهم، تبارك الله عليهم. ما عندي ما نقول. او السي البدراوي ملي كيجيب هادوج اللعابه راه كيزيد ياكد بطبيعه الحال على المستوى ديال اللاعبين اللي باغي يجيب، والمستوى اللي باغيهم يحملوا القميص ديال فريق الرجاء البيضاوي. فبطبيعه الحال واحد في الدفاع واحد في الهجوم، لانه ما لقيتش شي واحد في اللاعبين جداد اللي هو كيلعب في مركز مهاجم، او واحد اخر مثلا اللي كيلعب في نفس الوقت مركز مدافع، باش يمكن نجمع واحد مع مقدم واحد نجمعه مع خابه. فما كان شيء، كتعرفوا انهم اللي بديت الحلقات هنا كنبداو بثنائيات، فما كاين مشكل نجمعوا مدافع، لانه مركز قلب الدفاع مركز جد جد مهم في الفريق، وكذلك قلب الهجوم في الجهه المقابله، قلب الهجوم كيكون كذلك جد جد مهم. لهذا ما فيها باس، جوج لعابه مهمين ان شاء الله اليوم غادي نجمعهم بجوج وغادي نهضروا عليهم. مرحبا. فكما كتعرفوا الاخوان، سميت ما كاين مشكل، كاين الناس كيقول لك ما عاد كيفاش الصوت. انا بعدا غير الناس اللي ماشي رجاويين هما اللي كيقول لك الصوت. انا بغيت غير نفهم واحد القضيه، انا هاد اللي ماشي رجاويين هما اللي كيقول لك الصوت، اما الرجاويين كيتفرجوا ساكتين. انا غادي نحاول نسد الباب باش يمكن لي اخليه. بون الوغ، ماشي مشكل، ماشي مشكل، غادي نكملوا الهضره ديالنا. سيدي مرحبا باي واحد، غير بنادم ما يبقاش عليك الدوخه ديال الصوت ناقص وداك الشيء، داكشي حفظناه وعرفناه، ما كاين لا شي انسان بقي يعذب في راسه. دونك الوغ، اول حاجه بغيت نهضر عليها قبل ما ندوي على اللاعبين هادو اللي جاو، فبغيت ندوي على بعض الاخبار اللي كتروج ونعلق عليها في نفس الوقت، ونعلق عليها حنا مجموعين، ما كاينش مشكل. ونبدا ديك الساعه البرنامج ديالي ما كاين مشكل، ونتمنى يكون معنا الاخ المهدي، نتمنى يكون، كنحاول نتصل به يكون معنا يعطينا كاين شي مستجدات. الوغ، فوالا الصوت مزيان، تيقول السيد ما فهمتش انا هاد الناس هادو، علاش هادشي كامل، تاش معذب راسك ولاش داخل عندي كاع اصلا؟ هذا غير حوايج الرنجة، كتهمك حوايج الرنجة، الا كنتي بغيت تنقل الاخبار راه كتدخل تنقل الاخبار وتديهم لصحابك، هذا هو علاش كتدخل.
لا سميتو غير الله يهدي ما خلقه صافي. على كل الو قلنا بعد اول خبر اللي هو جد جد مهم، اللي هو توصل الرجاء الى اتفاق حبي للانفصال مع بادينجا ومع كافونجو. طبيعة الحال حنا كنا باغيين بادينجا يبقى، ولكن كاينه ضروره لانه كاين هناك محاولات لجلب لاعبين اجانب، لانه السوق المغربيه كتعرفها خاويه، الا من الناس اللي هما شويه فيهم الضوء شادينهم الفراقي بيناتهم. وغنرجعوا لهذه النقطه ديال الفراقي اللي كيحاربونا على مستوى جميع الجبهات. ونقول لكم كاينه جوج جبهات اللي هما قويين باش كيحاربونا هاد الناس. الجبهه الاولى هي انه موصين بعضياتهم باش ما يبيعوا لنا حتى لعاب، هذه الاولى. الجبهه الثانيه هي موصين بعضياتهم باش ما يشريو من عندنا حتى لعاب. وغادي تلاحظوا ان لاعب بحال كابونغو ولا بحال فادينغا، بالاخص فادينغا، لعاب اللي يمكن لك تبيعو حلال ويشريوه من عندك وتكون عنده عروض وما كاين مشكل. ولكن علاش الرجا فينالمون دات معاه فسخ بالتراضي؟ علاش ما تبيعوش؟ علاش مثلا ما تبيعش كابونغو؟ واش هادوك لي زافاسونطون اللي كيدوروا عندنا في البطوله دابا حاليا، الا حيدتي هذاك شويه اللي في طنجه فيه شويه تاع الضو، وهذاك ديال خديبقه اللي كاين، هادو هما الجوج اللي كاينين فيهم شي شويه ديال ماشي الاخر. واش هادوك اللي كيدوروا دابا في البطوله واش هادوك احسن من كابونغو؟ ما كاينش شي فرق كبير. وكابونغو راه كان لاعب دولي في المنتخب ديال الكونغو. اذا علاش حنا ما كنبيعوش؟ اذا هنا فهمتي، هنا شيء اكيد. لا خويا باقي ما وصلتش انا للاعلام، علاش نهضر للاعلام؟ انا تندوي دابا على الصفقات، على البيع ديال اللاعب، باقي ما دخلتش الموضوع ديال المناقشه ديال ما قيل حول فسخ العقد ديال كابونغو. هذا موضوع اخر ديال الصحافه، مازال غنجي ليه. انا تندوي دابا غير على جوج ديال الجبهات اللي خصنا نركزوا عليهم، اللي كيحاربونا فيهم واللي كيخصنا نلقاو لهم حل. ولا تنظن ان الرئيس بدا كيكون فكره وبدا كي، لانه توجه للسوق الخارجيه، لان عارف هنا كاين الحرب، ما نبيعوش ليكم وما نشريوش من عندكم، ويبقى حاصل فيكم اللعاب. وغادي يقول لكم وحنا غنوصيو، غنزيد الثالثه، نزيد الثالثه في الحرب، هي دوك اللي كيوصيو اللعاب تيقول ليه، تيهضروا معاه وكيهضروا مع الوكيل ديالو، تيقول ليه لا شوف ما سميتو ما ديش معاهم فسخ حبي حتى يخلصوا لك كل شيء باش نغلقوا باباهم مزيان. هذه الحرب الثالثه باش كيحاربونا. يعني هادو راه ما فيهمش، راه كاين داك اللي قال داك السيد، راه كاين رجاويين اللي قال ناطق راس، ما كاين رجاويين خليه دوك الرجاويين، وكاين اللي ماشي رجاويين حتى هما مشاركين في هذيك الحمله وكيوصيو اللاعبين باش ما يفسخوش معانا حبيا، وباش يكون واحد الفسخ من بعد، من بعد انهم ياخذوا المستحقات ديالهم كامله، والا يمشيو لجنه النزاعات باش لجنه النزاعات تبقى تجمع في النزاعات وتوقف الرجعه الانتدابات. دوك المسائل غاده كلها مرتبطه ببعضها، الله ياخذ فيهم الحق هادو اللي تابعين هاد الفرقه هادي، يعني من دول الافراقي دي على هاد الحمله هادي، خلعهم حتى لهاد الحد، هاد الناس مراد بمعنى الكلمه. دونك على كل حال الحمد لله ان السيد جبد من جيبه ولقى حل، السيد عنده مستحقات بالاخص كافونغو، دونك استطاع انه يوصل معاه الحل، اعطاه الشيك وفك معاه الحمد لله. الله يخلي لنا هاد السيد هذا اللي جا كيف ما كان الحال باش ينفس هاد الفرقه اللي كانت غاده للهاويه. اذا كندوز للنقطه الثانيه، هي انه بالنسبه للعصبه الاحترافيه هناك يعني اعلان سميتو على انه يوم الاثنين او عفوا يوم الجمعه 19 غشت غيكون هو تاريخ اجراء القرعه ديال البطوله الوطنيه في القسم الاول والثاني، وهذا مزيان ان القرعه دار في 19. سولا سيبوز بانه غالبا البطوله ستحترم موعدها، ولا اظن ان رئيس العصبه الجديد سوف يغامر بتغيير تاريخ انطلاق البطوله كما يروج له البعض، وهي مجرد اشاعات لخدمه فرق بعينها. اما الفرق اللي هي جاده واللي كتوجد الموسم ديالها باحترافيه، راه 90% ديال الافراقي في المغرب كلهم كيوجدوا وكلهم واجدين تقريبا، راه وجدوا واحد 50%، بقاو لهم غير لي ماتش اميكو غيبداو في هاد لا دوزيام كانزين، غيبداو يلعبوا لي ماتش اميكو باش في الاخر في اخر الشهر لو 2 سبتمبر يكونوا كلهم واجدين، اللي ما وجدش شغلو هذاك. دونك تنتمنى وتنظن بانه العصبه الجديده سوف تاخذ المسائل بجديه اكثر، خاصه فيما يخص احترام المواعيد
مواعيد انطلاق البطولة. وكذلك ما نساوش بأن هذا الموسم هذا موسم اللي هو اللي فيه كأس العالم، بمعنى أنه حتى الفيفا راه ما غتسمحش بتأخير أي بطولة كيف ما يبغي يكون نوعها، أي بطولة احترافية ما يسمحش بالتأخير ديالها ولو لأسبوعين واحد. لهذا تنظن بأنه المسائل غتكون في الطريق الصحيح، وغنترقبوا القرعة ديال يوم الجمعة ونشوفوا البرنامج ديال الفرقة، لأن البرنامج كيلعب دور كبير حتى هو في تقوية حظوظ الفريق في اتجاه أو لمعرفة مدى إمكانية الحصول على اللقب من غيرها. بطبيعة الحال سبيتو اللي كيسول على المكان راه هو مركب محمد السادس، وبالنسبة للتوقيت هو 8 ليلا يوم الجمعة 19 الجمعة الجاية مع 8 ديال الليل. واحد التعليق شفتو ديال السي الحيمر اللي دوى بكل موضوعية على الميركاتو تاع الرجاء، دوى على المدرب بعدا قال لك يعرفوا المستوى العالي، ثم حاجة ثانية قال لك بأنه اللجنة التقنية راه مهمة ديالتها صعيبة، راه ما خصهاش عاود نبقاو انتقادات وكذا، مهمة صعيبة، وأنه ما غيبغيوش يفشلوا غيديروا مجهودهم، وكنتمنى لهم النجاح إن شاء الله. وراه صعيبة المهمة هي بطبيعتها، لأن أي لعاب اللي كتجيبه ما كتضمنوش، أنت كتجيبه سو لا باز دون فيديو، ولكن أنت ما كتضمنوش، وعنده الحق، عنده الحق في الاقتراح اللي قال لك يا ودي الطريقة المثلى، الطريقة المثالية في جلب لاعبين راه ماشي هي الفيديو. الطريقه المثاليه هي انك دير واحد الفريق تقني، كتكون اداره تقنيه، كتشكل واحد المجموعه ديال الناس لي بروسبكتور، وكتصيفطهم للمكان ديال اللاعب فين كاين سميتو، وكيتفرجوا فيه على الاقل 5 المقابلات، مقابلات قويه، مقابلات متوسطه، مقابلات ضعيفه، كيتفرجوا فيه 5 الماتشات او موان، وكيكون واحد التقرير عليه، وعاد باش كيجيبوه للمدير التقني باش كيقدموا كمقترح المدرب، والمدرب بطبيعه الحال كيشوف واش يصلح ليه، واش كذا، واش يوالمو هذاك البروفيل، عاد كيطلب ديك الساعه ان اللاعب يلتحق باش يجربو او تعطي الموافقه تكون التوقيع بدون تجريب. فهذه مراحل اللي قالهم سي الحيمري كنشكروه زعما، برافو عليه. فبرافو عليه، ونتمنى ان شاء الله ربي يوفقه كذلك، حتى هو ما كرهتوش يكون مع الاداره التقنيه ديال فريق الرجاء البيضاوي، لان السيد عنده القلب وعنده المعرفه وعنده تبارك الله يعني عنده واحد النباهه، ولا شفنا الخدمه الكبيره اللي دار مع فريق السوالم، فريمون يعني انسان تقني من مستوى سميتو، وحاجه اللي مهمه بزاف، وغيبغي كيبغيها الرئيس الجديد ديالنا اللي هو النزاهه والاستقامه اللي كاينه عند السي الحيمر، هذاك النوعيه هي اللي كيبغيها بالضروره. فكنتمنى انه يبادر الى يعني الاستعانه بخدمات اللاعب الحيمر في اطار تشكيل لجنه تقنيه تشرف على الفريق لما تبقى من فتره ولايه السيد البدراوي. بالنسبه للاعبين اللي سولوا على اللاعبين قال لهم ما نقدرش نحكم عليهم، ما نقدرش نحكم على اللعاب بطريقه الفيديو، قال لهم او موان نشوفوه ماتش، نشوفوه دي ماتش اميكو، هذا هو رايي انا، راه كتشوف غير فكره اوليه، كتقول حسب الفيديو اللاعب الفلان الفلاني يمتلك مقومات تقنيه في كذا وكذا، كما راك شفتوا بعض الناس اللي خرجوا كيقول لك بقيتي كطبل داك ويلسون، ما ويلسون حكمت عليه انا، ماشي حكمت عليه انه راه صالح للرجاء 100% نو، قلت بانه عنده امكانيات تقنيه، عنده لومبلاسمون، عنده قوه بدنيه، كيعرف يلعب بلوكور ديالو، عنده السرعه، عنده دي كاليتي اللي كيبانوا في الفيديو، ولكن فرق ما بين الفيديو وما بين الملعب فرق بين السما والارض، دونك ما نقدر نحكم عليه حتى نهائيا، حتى نشوفوه في ملعب على الاقل ماتش، وكنت كنطلب من الناس يصبروا حتى نشوفوه في ماتش اميكان، وعاد ديك الساعه نحكموا عليه. فهذا هو الكلام اللي قالته الحيمر، راه اللعاب كتشوفوه في التيران. دونك على كل حال نفوتوا هذه النقطه هذه، سميتو التصريح ديال البدراوي، تصريح البدراوي لكورا لايف، يعني التصريح اللي هو جد جد قوي ومهم، وانا كنحييه على التصريح هذا، لان شنو قال البدراوي، قال لك اودي لانه كان كيهضر على الضجه اللي ناضت على كابونغو، انه راه منعوه من سميتو من دخول الملعب، وسدوا عليه باب الباب الدار اللي ساكن فيها، فهمتي هذيك الهضره، خرج وبدا كيقول لك بانه بالنسبه للصحافه اللي كدير حمله على اللاجئ وهذه غادي نمنعوها من متابعه انشطه الفريق، وهذه راه جد جد مهمه، وكنا كنا ديو بها شحال هذه، لانه حنا
منفروض علينا حتى شي واحد، هذا حقنا لا بالنسبة للمقابلات. باش نوضح، راه ماشي بصفة عامة، تندوب بالتفصيل، خصنا دوك التفاصيل هي أهم حاجة نهضروا عليها. اللي كيسابوطي الفرقة، اللي كيقول الحق وكيدوي وكيحلل بطريقة منطقية وتيحلل لجميع الفرق، حيت راه كاين الناس اللي هما نعتهم بالضراوي بالصبع خرجوا كيجاوبوا، قالوا لي حنا راه قلنا الحقيقة إيه، واخا لين الفريق كاع قلتي الحقيقة، وهذيك الحقيقة اللي قلتي علينا خصك تقولها على الآخرين. راه هنا فين كاين المشكل، هنا فين كتبان قلة النزاهة، لأنك أنت ما عندكش الكاريزما باش تمارس العمل الصحفي بطريقة منطقية وطريقة عادلة ومتساوية بين جميع الفرق. فرق كتخاف من الرؤساء ديالهم، ما تقدرش تهضر عليهم وما تقدرش تجبد الدواخيل ديالهم، وفرق كتزعم عليهم. هذا الرئيس هذا ما بغاش تزعم على فرقته، فهذا هو القرار اللي خصو يكون. أي واحد زعم على الفرقة وبقى مقابل غير الفرقة ومخلي فرق آخرين ما كيهضرش عليهم بنفس الطريقة، فكيخص يتمنع من جميع الأنشطة، لا الملعب ما يدخلش ليه، ما ياخذش الاعتماد لحضور المقابلات الناجحة اللي تكون مستقبلة فيها بطبيعة الحال، اللي عندك فيها الحق، ما ياخذش سميتو يعني في الندوة الصحفية ديال المباراة، ما يحضرش نهائيا، ما ياخذش الاعتماد نهائيا للمقابلة، حيت دوك اللي يحضروا في الندوة الصحفية هما اللي عندهم الاعتماد. وفي الوقت اللي تبدا الندوة الصحفية تكون مراقبة على الباب ديال الغرفة ديال الصحافة، باش ما يدخلش هذاك السيد اللي ما عندوش، حيت كلشي بوسيبل يقدر يدير هكا من الباب ويدوز اسيدي حباس، ما يدخلش عندي الندوة الصحفية نهائيا، ما يتبعش اخبار الفرقة، ما يعرف حتى شي حاجة عن الفرقة، يبقى بعيد ويمشي عند ديك الفرقة اللي كيمجدها واللي كيدرك على الاخطاء ديال الرؤساء ديالها، يمشي عندها تنفعه. دونك هذا هو القرار اللي خصو يتخذ بطريقة سليمة وموضوعية. خويا حمزة، انا ما علاش غنهضر على المنابر الخبيثة اللي كتستلزق منها الرجاء؟ علاش غنهضر على المنابر؟ علاش تنوضها لي انا مع عباد الله وانت مع راسك قد تفرج؟ شريف، شوف المنابر اللي كتهضر على الفرقة، الا بغيتي تحاربها غتحاربها الجماهير ديال الرجاء اللي بقات متكتلة بيناتها. خص تكون واحد الوحدة بيناتنا، نكون متكتلين بيناتنا، ونكون كنا كندافعوا على الفرقة، فهمتيني، ونكون كنا مع الفرقة. هذيك ما كاين حتى شي مشكل. بحال دابا هذا فهمي نبيل، قال لك اكبر مريقي والحاس كابا. هذا بحال دابا هذا اش تعتبره السي حمزه؟ اش تعتبره دابا؟ يلا قول لي انت، هذا اشنو غتعتبره؟ هو بانير دي ستريم، سير الله يعاونك. يلا وسير دابا دبر هادشي كونترول عاوتاني ودخل، فهمتيني. دونك اسيدي كل واحد دبر راسو، كل واحد دبر راسو. انا بالنسبه لي كنعرف فرقتي، كنهضر على فرقتي وكنشجع فرقتي. اللي بغى يتملق واللي بغى سميتو، راه الايام غتفضحوه، الايام كتفضحوه، الايام غتفضحوه، وغادي يبان قدام، راه معلي قدام عباد الله والناس كيعرفوه. علاش حتى نهضر على فلان ولا فلان ولا فلان؟ علاش انا ما ديش من باب باش نبقى نشهر بعباد الله؟ لا، انا جاي من باب كنهضر على الفرقه، بغيره على الفرقه، ما كيهمنيش ناس اخرين. اللي بغى يدقدق الفرقه انا غيجيبها في ضلوعه، وهو براسو كتنساه الايام والمتابعه ديالو غدا كتضعف، لانه الناس كتعرف الحقيقه اليوم ولا غدا غتعرفك، واش انت قلبك على الفرقه او لا قلبك على مصلحتك الذاتيه، او كتخدم واحد الاجنده معينه. ده طيب هضر سميتو، انا بحال هاد الناس اللي ما كيعجبونيش المتابعه ديالهم كاع، بحال هاد السي الله كريم، هاد خينا اللي سمي رسول الله، هضر على الانتدابات. انت عارفك، انت انا نقول لك مهنا، انت جاي من الجهه الاخرى بغيت تدير اخبارات، انا نقول لك شوف ها هما شتيهم الانتدابات اللي غادي نقول لك. انا دابا غادي نقلب عليك اخويا وغنوريك الانتدابات. هضر على الانتدابات، بحال خدام عنده انا، هضر على الانتدابات. لا حول ولا قوه الا بالله. على كل نكمل الكلام ديالنا الاخوان، تصريح قوي جدا، انا ما قريتوش كاع حرفيا، قلت غير ما معناه، ولكن التصريح قوي. شوف، سنمنع مرتزقه الصحافه، مرتزقه الصحافه من تغطيه انشطه الرجاء البيضاوي. اذا تصريح جد جد قوي. سميتو الله يحفظك اخويا ادير اني شوم ادير. كاينين الناس اللي فيهم الحريه ديالتي يحلي كل يوم زوينه، ماشي مشكل. سميتو بلا ما نقولك اخويا، انا ماشي احسن مدون، انا غير رجاوي كنحاول نغير على فرقتي، كنحاول ندافع عليها بمنطق
وبناء على وبدون كما تيقولوا بدون محسوبية. الوغ كاين نقطة أخرى، هي أنه بالنسبة للقضية ديال الغاية، فكتعرفوا الإخوان من بعد ما مشاو ثلاثة ديال اللاعبين أجانب، مشى سيلا ومشى كابونغو ومشى بادينغا، فبقاو عندنا أربعة الأجانب في الوقت اللي كان عندنا سبعة، مشاو ثلاثة دابا بقاو أربعة. هادوك الأربعة ياك، هادوك الأربعة اللي بقاو عندنا دابا بما فيهم غاية ياك، فكاين ممكن أنه يجي دابا مهاجم أجنبي، هو اللي غالبا غادي يجي دابا، سميتو غادي يبقى الوسط الدفاعي، يمكن يجي شي واحد من البطوله ويمكن انه ما يجيش كاع، ولكن حنا كنتمناو باش الفرقه تكون قويه وواقفه مزيان، كنتمناو يكون واحد الوسط الدفاعي ما كاين مشكل، يكون عنده تجربه وغادي يفيد الفرقه مزيان، ويكون كذلك واحد قلب هجوم اللي هو كما تيقولوا جاهز وقوي وغادي يهنينا من انهاء العمليات ياك. اذا في هذه الحاله غيولي عندنا خمسه ديال الاجانب، فخمسه ديال الاجانب يلاه اربعه فيهم اللي غادي يدخلوا، وواحد غيبقى ديما احتياط، وهو في حقه واخا يكون عندنا كاع اربعه ديال الاجانب ما نقدروش ندخلوا بهم كاملين، لا بدا واحد يجلس احتياط، والله ما يكون عندنا خمسه نستغلوا ديك البلاصه الخامسه، ويكون عندنا يعني غايه نحافظوا عليه، وهذا كاين اتجاه فهاد يعني غادي الطريق، يعني انه المفاوضات غاديه في هذا الاتجاه لاقناع غايه بالبقاء كحارس ثاني للرجاء، بطبيعه الحال على اساس انه تكون سميتو اختيار المدرب غادي يختار بينه وبين سنيتي شكون اللي غادي يحبس وشكون غيكون حارس ثاني، لانه الرئيس ما عمره كيحسم، اللي كيحسم هو المدرب، وانه غادي يبقى على اساس يجدو مع فخر، يكون فخر هو الحارس الثالث، ويكون عندنا ان شاء الله حارس رابع اللي هو هذاك الحويزي جو كوا سميتو، فربما منذ اكثر من ربما منين عقل على راسي انا بعد، يعني غتكون سابقه في تاريخ الرجاء انه لاول مره في تاريخ الرجاء غادي يكون عندها اربعه الحراس من مستوى جيد، الى ما قلناش الى ما بغيناش نزربوا على الحارس تاع وداد فاس نقولوا باقي جون وباقي يلاه جاي في الطريق وكذا، على الاقل عندك ثلاثه الحراس من مستوى جيد، فغادي تنسى مشكل الحراسه نهائيا. الوغ خبر اللي وصلني غير دابا منذ لحظات هو ان الدوري ديال النمسا تم الغاؤه، كانت هناك كلام على ان الدوري ديال النمسا سيتم نقله من طرف قناة الرياضية باش الناس يتبعوا المنتخب المحلي وكذا الى اخره، ولكن اللي وصلني منذ لحظات هو انه تم الغاء الدوري، ونتمنى انه الخبر يزيد يتاكد رسميا، لانه باقي اخبار ديال المواقع، فغتكون واحد الفائده كبيره الا تلغى هذاك الدوري. بعد اول حاجه اللاعبين ديالنا على الاقل، اذا قلتي مثلا بنزرتي بدا في لو برومي اوت كيوجد في الفرقه، فإلا إلى مبدئيا هو خصو شهر باش الفرقه ديالته يقادها، فإلا عطيتيه فرقه ناقصه مده شهر صعيبه، ولكن إلا عطيتيها ليه ناقصه غير مده 15 يوم نص ديال الشهر، تنظن انه يقدر يتغلب على المساله، غتبقى قدامه 15 يوم يمكن ليه غير يرجعوا ليه اللعابه اللي هما مع عموته، وغادي يمكن ليه يوجد معاهم الموسم ويدخلهم في المنظومه، بطبيعه الحال دوك اللعابه راه فيهم واحد جوج ولا ثلاثه كاع، ماشي الاخر كله غيمشي بحاله، اللي غيمشي اعاره غيمشي، واللي غادي يمشي ديفينيتيفمون غيمشي، فتنظن انه غتكون فائده كبيره. عاد من جهه اخرى بطبيعه الحال الفائده على البرمجه، لان البرمجه بطبيعه الحال انه غيضطر هنا في هذه الحاله انه تلغات هذيك، ما كاينش سبه علاش غادي ناجلوا البطوله، ولا شي فرقه تقول لهم احنا ما استعديناش ولا عندنا لاعبين ولا كذا، دونك تنظن بانه مزيانه لتو الموند الى تلغات هذيك التون، واللي هي في الحقيقه ما عندها حتى شي معنى، واستعداد ديال المنتخب المحلي في هذه الوقيته ما عندها حتى شي معنى، اللعابه نورمالمون مساكن كان عنده وقيته فاش يرتاحوا وفاش يبداو يوجدوا الموسم ديالهم بالاعداد البدني بشويه بشويه، انت درتي لهم معسكر لا فائده منه، ما فهمتش انا هاد الشيء اللي كيدور في الكواليس ديال هاد الجامعه، هاد الشيء اللي كيخطوا ليه بيناتهم هاد الناس، ما عرفتش فين باغيين يوصلوا بهاد الشيء، لا اله الا الله. الو غير نجي دابا النقطة الأخيرة اللي هي ديال تصريح المنخرط، واحد المنخرط خرج، يعني أنا ما عرفتوش أنا شكون هو، ولكن
راه شيء خطير هذا الشيء اللي كنسمع، لانه اشنو سمعنا؟ سمعنا بانه سميتو الناس جابت السميه ديال هذا السيد، انا ما بغيتش تقول السميه ديالو، ولكن هذا السيد على حسب الا كان ذكرنا مزيان راه هو اللي كان قبل ظهور البدراوي، وقبل ما البدراوي يقول انا غنبغي نترشح كان واحد المرحله الاخرى، يعني واحد 15 يوم ولا 20 يوم الاخرى ديال الموندا ديال انيس محفوظ، فاش انيس محفوظ كثر عليه الضغط وكثر عليه سميتو قالوا لي خصك تمشي بحالك، كان هذا السيد من بين الناس اللي خرجوا، كانوا في واحد اللجنه سموا راسهم لجنه تصحيحيه ديال المنخرطين، وانه بغاو هما يتفقوا ويقلبوا على رئيس ويحاولوا يلقاو حل سميتو المشكل المكتب ويعاونوا المكتب كاع في الخدمه وهذه وكذا الى اخره، ولكن اهم حاجه عندهم هي يقلبوا على رئيس. ف هاد السيد اللي كنت كنسمعوه انا كنت كنقول هاد السيد والله الا عنده هضره زينه وهذه وكذا، ولكن يا اخي الا كان هو، وانا ديما كندير التحفظ، الا كان هو اللي قال هذاك التصريح هذا فريمون تصريح دون المستوى، هذا تصريح واطي، هذا تصريح يوضح مره اخرى باننا لم نستطع ولم ننجح في تكوين منخرط ناضج، راه هذيك الهضره اللي كانت روج ديال الرجاء عند احسن منخرطين واحسن برلمان والديمقراطيه، داكشي كله سيدي بلوف، لكن خصنا حقيقه تاريخيه نحطوا وجهنا قدام المرايه ونشوفوه، راه سيدي بلوف، راه ما عندناش منخرط، عندنا ناس اللي كيجيو وصوليين كيجيو يوصلوا لاهدافهم، الوقت اللي ما كيوصلوش للاهداف ديالهم اش كيديروا؟ كيتكمشوا كيرجعوا للور باش كيوجدوا الخطه المضاده باش يمكن ليهم يحققوا داكشي اللي باغيين يحققوه، مصلحه الرجاء اخر هم عندهم، لانه لا هذا السيد ولا غيره اللي عنده هم الرجاء، راه كنا نسمعوا الصوت ديالو ايام تحسبان، كنا نسمعوا الصوت ديالو ايام الاندلسي اللي مشى زبالة ديال الفلوس، حتى واحد ما سمعناه فيهم، كلشي تكمش وكلشي سكت، فينا هما دول اللي كيقلبوا على مصلحه الرجاء وفينا هما اللي كيقلبوا على السيد سميتو، وهذا السيد نيت كيجبد هذوك الناس المسيرين، قال لك راه ولاو كيبانوا بابول هذا ولاو كيبانوا مزيانين، بالله عليك واش اللي دار 14 مليار عباد الله ودارها في 14 يوم؟ غتقول لي احسن من البدراوي اللي كيجبد دابا من جيبه، قال لك شرا الناجا، يشري الناجا يستاهلها، الجمهور الناجا كيبيع عليه، شي جمهور الناجا حيت الناجا راه ماشي ديالك ولا ديال، قال لي قبل ما يتزاد، قال لك كنا كنخسروا على الناجا قبل ما يتزاد، اش خسرتي على الناجا؟ قول لي واش اللي كيخسر على الرجاء؟ لو ان الرجاء عنده منخرط اللي كيخسروا عليها، واش الرجاء كانت تتوقع في هذه الازمات وهذه التوقفات وهذه المشاكل في الفيفا وهذه الازمه العظيمه اللي ما عمر شي فرقه في تاريخ المغرب عاشت هذه الازمه اللي عاشتها الرجاء؟ واش هذا كيقول لك يخسر على الرجاء؟ اش خسرتي كتخسر على الرجاء؟ الهضره الملاوطه، الهضره اللي ما فيهاش المسؤوليه وما فيهاش الاحساس بالمسؤوليه، كلام على عواهنه يلقى هكذا. ف الحمد لله انه الرجويين، وانه هذا السيد وصل حتى لحد انه بدا كيهدد تيهدد احنا الحرب العالميه احنا كذا احنا كذا، وخرج ديال الحرب العالميه وتشوف اش غيدير لك جمهور الرجاء، غتشوف شكون غيكون الدق، خرج لا انت ولا اللي معاك. دونك الله يرحم الوالدين، الرئيس هو يعني غالب واحد النموذج واحد الطريقه التسييريه اللي اكيد اكيد انها تنالوا رضا المؤسسات المتسيده للكره حاليا، وما غيلقاوش ما احسن من سميتو، لان حتى الجامعات تقهرات واحد الوقت، راه كل مره كيجيو ملف ديال النزاعات، كل مره كتجيو رساله من الفيفا، ف حتى هما حتى الا مشينا كاع لرئيس الجامعه، رئيس الجامعه حتى هو غتلقاه ماشي بعيد انه لقى جاو اتصالات ولا ربما جاتو رسائل من لا فيفا بانه واخيرا هذا الفريق هذا اللي كانت عنده مشاكل من قبل راه بدا كيغودغيسي لا سيتياسيون، راه مزيان يحسبوها لهم هما كاع، يحسبوها كاع الجامعه هي اللي دارت مجهود باش جا هذا الرئيس، وكان ما بقاوش كيجيو مشاكل. دونك هنا تتبان لك بانه فريق كالرجاء حاليا وجد في الرئيس البدراوي ما كان يبحث عنه من لا من معقول ولا من ولا من سميتو ولا من ولا من العمل بسميتو يعني بصفاء وبمصداقيه، وبدا ديك الكواليس بلا داك النهب، داك الشيء الدليل على انه يعني البدراوي صافي ونقي انه صفى الوزيز، حيت واحد اللي باغي ياكل وباغي يفترس وباغي ينهب وباغي يدير كاجا راه يخلي دوك الكون كينهبوا معاه باش كيعاونوه وكيضغطوا عليه وكيكوفريو عليه، ملي كتكون شي حاجه كتسمى غير هما وهو كيرجع للدور ما درت والو، تيوا دونك هو صفى
وخوا الوزيس وجا كيخدم وكيجبد من جيبو. وهذه ما لقيتوش كيديروا ليها السلمون الخليط، ما لقيتوش كيديروا لها القضيه ديال ما كيجبدش من جيبو، ما لقيتش كيديروا ليها حيت كيجبد من جيبو. ايوا انت جبتي من جيبك، شحال خسرتي على الراجل؟ خسرتي على لاكارت، كتاخذ لاكارت 3000 درهم ولا مع داك الخيرات ديال 20000 درهم، شحال مره نخالطي كاع؟ شوفوا شحال نخالطي نجيبوا لك حنا 20000 درهم ملي بدات الرجاء في 1949 كتلعب الكره، واخا الخيرات ما بداش من ذاك الوقت. يلا شحال غنجمعوا لك؟ غنجمعوا لك شحال خسرتي على الرجاء؟ واحد 50 مليون كاع نجمعوا لك الخيرات كاملين. 50 مليون، و50 مليون السيد راه حط، راه حط الدوبل ديالها غير بريم ديال 90 دقيقه، بريم ديال 90 دقيقه حط فيها التريبل ديال داكشي اللي خسرتي انت على الرجاء في حياتك كامله. اذا بنادم خصو ما يبقاش كيسرح في البشر يبقى كيهضر، حيت هادشي عقنا بهم حنا، غيبداو يخرجوا لنا في لي فوكال وغيبداو هادي وغيبداو السبان وغتبدا كذا، هادشي حنا عرفناه. علاش؟ لان عندهم هما بالغ السيلو الزوبه، تخنقوا تخنقوا عرفتي، تخنقوا تسدوا عليهم البيبان. فالرجويين المطالبين كلهم يكونوا يد واحده مع الرئيس ويساندوا الرئيس، وان شاء الله اللي طاح في المقله يتقلى، واللي قال شي حاجه يخرج. ان شاء الله ربي غادي يوصلنا كلنا بالتكاتف ديال المجهودات، غيوصلنا داكشي اللي بغينا، وغتترجع الرجاء للمستوى اللي كانت فيه. ولا عزاء للاقزام ولابناء الاقزام ولاخوه الاقزام. داكور، غادي نمشي دابا مباشره اللايف ديالنا، ومازال ان شاء الله اللي بغى يناقش غادي نطلعوا مازال نناقشوا. غنمشي اللايف ديالنا دابا باش نهضروا على، باش الا سمحتوا باش نشوفوا اللاعبين ديالنا اللي حنا غنهضروا عليهم اليوم. غنبداو باللاعب اللي هو مقدم، اسماعيل مقدم هذا لاعب اللي هو داز في فريق النهضه البركانيه. وواحد القضيه قبل ما ندوي على مقدم، نبغي نشير واحد القضيه جد مهمه، ولعلها عنصر مشترك او عامل مشترك بين خابه وبين المقدم، والمقدم بجوج. اشنا هو؟ هو انه هاد اللاعبين هادو، تصور اللاعب الاول اللي هو المقدم، لما حيدناه الفرقه ديال رئيس الجامعه، وفرقه اللي عندها امكانيات ماليه هائله، وراه شفناها اللاعبين المستوى اللي والصفقات اللي كتنافس عليها واللي كتديها، حيدنا لي هذا اللاعب. بمعنى هذا يعني ما يعنيه، حيدناه له. اللاعب الثاني اللي هو خابه، لما حيدناه الفرقه في الكويت. الكويت معروفه الدوله اللي فيها اعلى دخل فردي في العالم، يعني تقلب على شكون هو المواطن اللي عنده اعلى دخل غتلقاه كيسكن في الكويت، لان عندهم الثروه كثيره وعندهم بشر قليل. اذا اعلى دخل فردي، بمعنى يقدرها واحد كويتي يشري اللعاب اللي يبغى في المغرب. وهاد الفرقه في الكويت حيدنا لها العام اللي هو خابه، تا دار معاهم عقد مبدئي وفسخوا معاهم وراه معاهم في المشاكل. علاش هادشي كله؟ باش يلعب في الرجاء. اذا ملي كنحيدوا لعاب رئيس الجامعه وكنحيدوا لعاب الفرقه في الكويت، معنى هذا احنا طلعنا واحد الدرجه اللي هي درجه جد جد عاليه مقارنه مع داكشي اللي كنا كنعيشو من قبل. دوك الرجويين خصهم يكونوا واعيين. علاش كندوي انا ندوي شويه على داكشي اللي عندنا؟ خصهم يوعاو داكشي اللي عندهم دابا. راكم راه غاديين في واحد الطريق اللي هو جد 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 مهم، واننا غنتجاوز واحد الازمه كبيره كنا كنعيشوها، والحمد لله الحمد لله. باش تعرفوا راه المصاف فين ولينا، راه ولينا كنتنافسوا. داك النهار حيدنا لعاب الترجي، راه جبناه بنغيت، دابا اليوم حيدنا لعاب الفرقه في الكويت، وحيدنا لعاب فرقه رئيس الجامعه. اذا هنا تتبان لك بانه هناك سمو، هناك تطور، هناك صعود للفريق على مستوى المنافسة على اللاعبين. وهذا الشيء يلاه شهرين ولا ثلاث شهور باش بدا السيد، يعني انه ما ينتظرنا هو سيفرح اكثر مما حققناه حتى الان. طيب دابا حنا دوينا، نمشيو نشوفوا هذا السيد المقدم واش يستاهل، او المقدم هو اسماعيل المقدم واش كيستاهل الضجه اللي نط عليه الناس ديال بركان بقى فيهم الحال؟ علاش كذا؟ علاش مشى؟ هو كان عطاهم الكلمه غادي يوقع غادي يجدد معاهم خوا بهم وجا للرجاء، اش في هذا الرجاء كاع اللي خليتينا على قبلها؟ نشوفوا هذا المقدم، هذا المقدم اسماعيل المقدم. هنا تدخل لونتيسيباسيون
هذا هو المدافع اللي كيسبق للكره ما كيبقاش يتسنى، غتشوفوا عنده بزاف لو سونس دونتيسيباسيون. واحده اخرى حتى هي لونتيسيباسيون، شي كيخرج كيسبق للكره ما كيتسناش المدافع حتى يدور بها، سا سي لونتيسيباسيون. هنا طبيعة الحال لأنه طويل القامة يعني الكرة الرأسية غتهنى منها، هنا كذلك كيخرج الكرة غادي يهنيك من الكاري. هنا لو تاكل بو ديجاجي لا بال، هنا كرة كتلعب من وسط الميدان بالعقل بالراس، يعني كيزاوج ما بين القوة البدنية وقوة التدخلات وكذلك التقنية، كيلعب بعقله ما فيش ديك الزربة. لا هو لا راه تادي سميتو قرا النوايا ديال الخصم دغيا قطع عمها، كانت غادا باس كما تيقولوا تمريرة مفتاحية. شوف هنا تاكل لاتوش، يعني السرعة، حيت قليل اللي كتلقى لاعب طويل بزاف وكتلقاه عنده خفة الحركة. هذا السيد عنده الخفة، خفيف كيمشي ها لونتيسيباسيون توجور، ما كيبقاش يتسنى المدافع، ما كيمشيش ورا المدافع، كيسبق. هو سي ان ستوبر شطابة بالايور كما تيقولوا، ديما عنده لونتيسيباسيون من بين اهم النقاط اللي عنده. ها هي الاخرى اللي حيد، ماشي ساهل تقلبه. هنا كيخرج الكرة كذلك، غتسمحوا لي ان كنطر شوية نقاد شوية لا فيديو، دونك بعض المرات الصورة ما كتبانش. الوغ الضربات الرأسية بطبيعة الحال، هنا لونتيسيباسيون غتلقاه خرج، راه هو كيخرج ما كيوقفش هو من ورا المدافع، وهذه من القوة ديال المقدم. هنا هانتوما كيقرا النوايا ديال الخصم بواحد السهولة، دغيا عاقبه غادي يقلبوا لديك الجهة كوفر عليه خلاها خرجت. هنا كذلك شوف هنا الطاكل كيفاش غيجيب كورة مشى البالون ديريكت. هما هنا كذلك ان طاكل هو كيخرج تيقطع كورتو كيساهم في بناء عملية جديدة. هنا غنشوفو شي الاخو عطى لاباس قراه دغيا اش غيدير، يعني عنده واحد الذكاء في اللاعب. ها هي هذيك كيقطعها كذلك، كانت غادا عند لافا سونتر. هنا دايو ها هو غادي يخرج يدوبليي على دايو. شوف شتي كيفاش خطف في الكره، شتي العقل كيفاش جابها بلا عصا بلا صداع الراس، كيقرا النوايا، عنده واحد الذكاء في اللعيب اللي كيبان ود الكره، لاعب كره من صغره انتيليجون في لو جو ديالو. ها هي الاخرى كانت مهزوزه لافا سونتر. هنا كذلك غتلقاه هادي اللي تعطل فيها، ولكن في الاخر جابها، تعطل فيها بقى ورا المدافع ولكن سرح رجليه نغزها. هنايا غادي يمشي هو عاوتاني، ولا عطا كورتو كيلعبها مع الحارس. هنا غنشوف واش غيدير مع هنا لونتيسيباسيون عاوتاني، باب راه كوفرة ديالته، حيت سبق هو سبق المهاجم، كيتسناش ديك الكرة تنكوفري عليها ونخليها دوز، لا كيمشي للكرة ديريكتوم. و سي سا لو ستوبور، وهذا هو اللاعب اللي كنت كنقول شحال هادي خاص الناجا، خاصهم ان بالايور، خاصهم ان ستوبور شطابة الربعة النملة الربعة اللي يدير في دارو هو نيت، راه في لونطريمون كيلبسها. دونك هذا هو الربعه، راه هو اللي خاص الرجا، مش حال هادي مش عذابه. راه تقريبا واحد الوقيته فاش كان عندنا بالمعلم، وكان بالمعلم في قمه المستوى ديالو، متى بالمعلم ما كانش سميتو كان يلعب ليك ماتش حسب الظروف حسب دماغه، حتى هو كان مزاجي، مره يكون اون فورم مره ما يكونش، مي 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 في هذيك الوقيته هو اللي كان عندنا الشطابه كيشطب وهادي وكذا الى اخره، اخر واحد اللي داز عندنا. من بعد داك النهار كنعديو، كل مره كنديرو واحد تما الوظف اللي داز سميتو الياس الحداد، كنا كنوقعو صافي. وكانت عندنا واحد المشكله عاوتاني في فلاكس، ان عندنا كنلعبو بجوج خمساوات، بحال اللي كيطرا ديال بحال الشكل ديال سميتو، بحال الشكل ديال حركاس، دابا حركاس مع الهدودي،
جوج خمساوات كيلعبوا في لاكس، كل واحد فيهم كيتسنى الاخر يزيد لقدام، وكانوا وقعوا بعض المرات في مشكل انه حتى واحد فيهم ما كيرضى يكون شطابه الاخر، كل واحد كيتسنى الاخر يزيد لقدام، حتى كيولي لا فاسونتر جاي من وراهم كينغزها ولا كيتماكا شي بيت ولا هادي، وهادي راه مشكله. دونك كنتمنى انه دابا يتم ترسيم بالمقدم يكون ستوبور قدام حركات، ونتهناو من هذا المشكل مره واحده. هادي كونتر راجع هادي. الوغ الوغ شوف كيفاش يكوفري لا بال ديالو مع بادي بانكا مع كابونغو. انا هاد كيقطع كورتو انا لا ليكتور دو جو. شوف ديما كيقرا النوايا، كيعرف اللعاب اش غيدير، كيعرف يمشي لا تراجيكتوار دو لا بان لي شنو حط عليها رجليه. هنا شوف العقل اللي عند الحارس، هنا كذلك كابونغو. مصيبة هذا كابونغو، الله يتكينا منه. ولا هنا عاوتاني شحال ديال لي ديال ربح مع الراجل، مع بن جديدة جو كرو هاديك. الوغ تشوفوا هنايا في لو ديوال، فوالا هو اللي غادي يقطع، كيقرا النوايا اللعاب بغا يدوز باس، هو اللي غادي يعتقها عاوتاني. ديما كيكون في ديك لانستون ديك الوقت الحالي اش كتلقاه هو كاين. شوف هادي تاني كيفاش قراها، تيقرا كاع الكوري كيتلعبوا في الانترفال تيقراهم. انا بالنسبه لي لان دي ميور ريكروتمون طبيعه الحال، انا اللعبة تبارك الله كلهم في المستوى، ولكن مقدم وخاب هادو عاوتاني. كنتسناو منهم ان شاء الله غادي يساهموا في الرفع من مستوى فريق الرجاء. شوف شي كابونغو يلا دور الكره سرح رجلين نغزالي عنده ديك لونتي. All the faces in this ocean come together, making memories in motion. We're the traces of the chosen. Let's come together with a heart wide open. A generation of renegades. We don't have to stay alone. So brother, sister, find your spaceship and let it take.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. شي كينتقد وكل شي باغي يلعب، كل شي باغي يلعب في شكل سميتو تبارك الله. هما دايرين واحد، كانوا دايرين واحد 52 لاعب، ولكن راه شحال من رجاوي في العالم، على الاقل واحد الليسته اللي فيها واحد 300 لاعب الا جيت تشوف كاع الناس الرجاويين اللي كل واحد شنو باغي. فهذا هذا هو بالمقدم، هذا هو المقدم، اسماعيل المقدم، اللاعب اللي جا من بركان، اللاعب اللي ان شاء الله كنتظروا منه الشيء الكثير، واللي اكيد انه يعطي الشيء الكثير تبارك الله. وحتى حاجه اللي عجبتني انا في المقدم هو انه في اللقطات ولا في التصاور ولا كيبان لك انه ديما مبسم وكيضحك وتيبان لك ناشط، كيبان لك فيه ديك الحماس، باغي يعطي شي حاجه، باغي يعطي. واكيد انك ملي كتخلي عرض ديال الفرقه انها كانت مهليه فيك وكتخلصك مزيان وكذا، وعندك حمايه، عندك حماية، يعني عندك حماية على جميع الواجهات، رئيس الجامعة كيحميك إفريقيا ويحميك وطنيا، ومع ذلك كتخليه وكتجي الفرقة اللي العكس ما كتحضرش بالحماية، كل شيء باغي يدقدقها. فهذا كيعني على أنك مقتنع بالفرقة وباغي وبغيت تعطي يعني أقصى ما عندك لهذه الفرقة. فمرحبا بالسي مقدم، وكنتمنى ليه مقام سعيد وأداء وموسم يكون ممتاز مع الرجاء إن شاء الله. دابا غنمشيو الاخوان لعند الاخ تندوز استخابه ونفتح المجال اللي الاخوان اللي بغى يدخل. دونك هنا غنحيدوا هذا، نشوفوا الاستخابه. الو، كما كتشوفوا الاستخابه يعني قلب هجوم، راس حربه، راس حربه بامتياز. هذا لاعب اللي هو يعني ما كذبش، هذا الناس مشاو باغيين يدعيوه، صيفطوا ليه زات انذار، يعني خلى صفقه في الكويت، شكون هذا اللي غيديرها؟ دونك باش الله يرحم الوالدين. يعني لاعب اللي عنده واحد القوه بدنيه، شوفوا لها فراب دو بال بالداخل تاع رجل الباكي، ذكيه شتيها، مشات مكرطه مع الارض بالدوزيام بوط. سي سا القوة البدنية اللي افتقدناها في الهجوم اللي مشى مالونكو. فكنتمنى يجي مهاجم افريقي ويكون كيتناوب هو ديال الخابة، او يلعبوا بجوج في لا بوينت داتاك، غادي نرتاحوا من ناحية انهاء العمليات. شوفوا هنا كيتسنى ديما لافالي اللي بدا بيان بلاسي، شوف كيفاش غادي يصليها، غادي يصليها للدوزيام بوطو. شوف شاد الدوزيام بوطو، يعني ا كونتر سونس، عكس الاتجاه ديال الحارس. هذا هو لافاسونت هنا، شوفوا كيتسنى هاد ديماراج، هو كيكوفري لا بال ديالو عطيه هنا، فوالا. شوف هنا راه الرجل اليسرى اللي غتخدم، لان بان ليه المدافع غيمشي يدي البالون، لا حديك الرجل اليسرى هي اللي نفعاته باش حبس البالون وبقى البالون قدامه. هذا ماتش تقول ملعوب في المانيا ولا في سويسرا ولا في لندن كما تيقولوا. الراس موجود ديما في مربع العمليات، ضربه الجزاء متخصص فيهم، ما تخممش، بقى تعطيها هو ضربه الجزاء، راه ديما في الشبكه كيضيعش. عاوتاني ضربه جزاء اخرى، راه هي شوف مضبوط داكشي، هادي كونتر لاجا هنا كيشد الكرة وكيدور بها. شوف كيما وقفات كيدور بها، عنده قذفات قوية تبارك الله، ان فون دو بوانت نيت. شوف هنا الراس كيدير في اللاصقة، حيت كثرت الهضرة بزاف على فاسانتر فاسانتر، خصنا فاسانتر، ونساو هاد الوليد هذا صاحبي. واش هذا تنسى؟ على الاقل نهضروا عليه، نقولوا سيدي غير جا افريكان يكون يتناوبوا وياه، ولكن نعترفوا بهذا حتى هو نسيناه، ما بقيتش كنهضروا عليه كاع. والسيد مخلي صفقه في الكويت وجاي يلعب معاك، وما تجبدوش حتى بكلمه الخير تخسر عليها كلمه تشجيعيه. فكل التحيه للاخ خابه. الوغ هو شوف
شي هذا سنه دازت بحدا البارما هذه غير ما بيناش مزيان يمكن هنا غتبان ماشي دازت بحدا البارما مكرط يعني خطير في الكاري خطير عنده القدف بجوج رجلين باليمنى وباليسرية هو هنا غادي يرد عليه شوفوا القدف شوف القدف كي يدير يمشي تتقاد معاك يولي خطير هنا كتشوفو كيدير لابيل دو بال راه هو داز ها هو خداها ها هو جدالي صاحبو جبد الكون يعني بصعوبة هنا كذلك لابيل دو بال ها هو مشى شو كيفاش كوفر لابال شو كيفاش كوفر لابال شي كيفاش كان المدافع سابقو صدق كوفر لابال كوفر كورتو ولا هو قدام المدافعين ولا هو اللي شاد الكرة هنا انفراد اللعاب اللي كيكونوا اللي ما كيزقلوش الانفرادات راه كتعرفهم خطيرين شوف على بيت كيدير شوف على بيت كيدير شوف مشات اللقطة هو كيتبلاصا دائما كيمشي وكيجي يقلب على الكره ماشي داك اللي كيبقى في الكاري قدا يلعب نافي دميم خيا شي كيفاش فينا لاسيست هنا كذلك ها هو عطى باس عاوتاني كاين ماتشات ديال افريقيا تبقى تشوفها اللعابه اللي عندهم قوه بدنيه بحال هذا هو اللي غيبقى بالك في التيران شي الاخر غيدوب كي خصك لاعبين بحال هادو يكون عندك اربعه ولا خمسه في الماتش في التيران الا بغيتي تنافس كيدوز لاسيست شو هاد الكرة هادي فين جاي ياخدها خداها من الكاري من لا ديفونس كيوجد لصحابو إلي تري تري كوليكتيف ما عندوش مع ديك داك يبغي الأنانية يبغي يشد الكرة غير هو كيلعب جماعي تنظن لو ستيل اللي غير بنزر شي بحال هذا النوع فوالا هو عطاوها ليه هو دابا اللي شادها كي بريباري صاحبو كيتسنى السونتراج كنعتذر الاخوان انه بعض المرات اللقطات كيتقطعوا لان كاين الفيديوهات كيكونوا بزاف اشهارات وانا ما عنديش الحق ندير اشهارات لانه يقدروا يسينياليوني اذا كنظن انني شويه كنقص من الفيديو هذه الى اخره ديفياسيون ها هو فوالا فوالا تنظن بانه كوننا فكره شويه على خابه سيتانا فاسونتر اللي هو قوي بدنيا كيمتاز بالقدف بجوج رجلين لاعب اللي كيلعب نافيدمي مزيانه يعني كوليكتيف فينيسور ما كيترددش في الكاري باش يتير البوطو ما عندوش معاك الزياده واحد اللعب ديالو كيميل للاحترافيه اكثر من حاجه اخرى ما عندوش مع الاحتفاليه وما عندوش مع الاستعراضيه فهاد النوع اللي هما تيكونوا بيرفورمون في الهجوم وكيعطيو النتيجه تنظن بانه يكفي هكا نقدروا نحبسوا باش نفتحوا المجال للاخوان اللي بغى يتدخل معنا مرحبا تحيه لجميع الاخوان نشوفوا الاخ اللي كان الاخ طلب نرجعوا
البلاصة اللي فيها لي ميساج باش نتجاوبوا مع الإخوان. نحبوا الرجاء، قوة الرجاء من قوة الجماهير الوفية. شكرا سي الدراوي. الو نشوفوا هنا يا سيدي شنو عندنا لي زابيل. ممكن ندوز معاك هاد الاخ اخويا. راه نشوف انا قلت لك قبيله، هاد الاخ قبيله قلت ليه واش ممكن نعرف الاسم. نسوم امي سور فيسبوك. سي ما كاين مشكل، ما كاين مشكل، ما كاين مشكل سيدي. مرحبا، يلا ندوزو كي با بروبليم، مادام حنا اصدقاء في فيسبوك راه كنعرفك ماشي مشكل. لا سي عبدو لا الصوت ما ناقش. شوف انت عندك ليكوتور ولا عندك التليفون شويه ناقص، خصك تزيد في الصوت. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. مرحبا مرحبا سي دروي، الله يحفظك خويا. مرحبا، الله يبارك. اش يمكن لك تقول لينا خويا؟ تفضل. اش يمكن لك تقول لينا على 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 خابه وعلى وعلى السي مقدم وعلى الله جاب صفه عامه؟ تفضل. نبداو بالمقدم. وي انا غادي تكون واقفه. نعم ان شاء الله. لانه واحد الوقيته راه كانوا كاع كلهم خطير. بلاتي بلاتي بلاتي، كان... شوف خويا بدل البلاصه، راه كتقول كلمه كتقطع كلمه. كاين مشكل في الريزو عندك؟ انا نقرب شويه. وي دابا مزيان؟ مزيان دابا، تفضل. اذا عاود اش قلتي لنا على على سميتو على الفرقه واقفه؟ واقفه. وي عاوتاني دابا ها انت كيتقطع عندك، كيتقطع. ما عندك مشكل في الريزو يا صاحبي؟ انا غادي مزيان. لا والو كيتقطع. سمح لي وصافي. لا دابا مزيان، دابا مزيان، دابا يمكن بدلتي البلاصه. لا مزيان يمكن ديك بيني السباق، ديك بيني السباق دابا في لي ماتش اميكو. وي. يجرب معاه حركات ويجرب معاه الاخر اللي تمي دابا في لا ديفونس. وي دابا بعد عندنا ستوبور بالصح، راه ما كانش عندنا حنا ستوبور ديال في الماتشات اللي قديمه، كانوا الكواري اللي ولي ورا ظهرنا كانوا صعاب. ها والله يرحم والديه، الله يرحم والديه. هادشي اللي كاين، كان عندنا ما عندناش لعاب اللي كيطلع بالانس ويخرج كواري بالانس وراه هادشي. راه واحد القضيه، راه الدومي سونتر اللي كان عندنا، راه كان عندنا هو الجول. تصور راك دوك الكوار اللي كانوا ورا الظهر، راك راه كون مزنيت راه تحمل حاجه كتغتمارك علينا. وي 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 ما رجعتش، ما رجعت كنت الماتشات ديال الرجاء وتشوف غير زنيتي تحمل الكره كيخرج كيخرج هو كيقطع. وي وي شوف شوف انا بغيت نقول لك واحد القضيه، راه يمكن واقيلا انت مخدم اللايف، باقي مخدم اللايف، راه كتسمع الصوت كيتعاود. بلا تا غادي نحبس، انا غادي نحبس، اسمح لي. لا حيد غير الصوت، خلي اللايف خدام، حيد غير الصوت ديالو، الصوت ديالو حيدو، قطع عليه الصوت وخليه خدام، ماشي مشكل. قطع كاع واقيلا وي دابا انا حيدت دابا صافي مزيان. تفضل كمل كمل هضرتك. انت هو ليكو باقي، ها ليكو باقي. انا كنسمع، انا كنسمع الهضره كتعاود اصلا. دابا انا حيدتو دابا. يلا مزيان هضر. يلا مزيان هات باقي نفس المشكل. ما عرفتش والله، ما عرفت. انا حيدت حيدت. هضر سيدي، ما نهضرش انا كاع، هضر حتى تكمل ونقول لك سمح لي، ما نهضرش انا كاع باش ما تعرفش. ماشي مشكل ودي ماشي. تفضل. دابا قلت لك دابا انا بغيت غير واحد الحاجه اللي بغيت ندوي فيها بزاف. وي. والدور ديال الجمهور فات الدور ديالو. وي. ملي كنعرف الدور ديال الجمهور، قطع الورقه ديالك سير تفرج وتسنى النتيجه. وي. لان هاد لابريسيون اللي درنا حنا دابا اللي درنا على البريزيدون. وي. هي اللي خلاتنا ديك الكثره ديال الانتدابات. ولا بلا ما باغي غير يجي. وي. باش يرضي الجمهور. حنا لا، حنا خصنا بريزيدون بحال الشكل اللي كان عندنا الحاجه غاله من الله يرحمه، الله يذكره بخير. فوالا كيضرب ويقيس، يضرب ويقيس. الله يرحم لك الوالدين، كيجيب داك الشيء بالمقاد، كيقول لك لا بغيتو لا ما بغيتوش تمشي بحالي، صافي الله يعاوننا ويعاونكم.
وي وي هذا هو الدور ديال الرئيس اللي خاصنا حنا. وي وي الدور تكون عنده الشخصيه ديالو، ما غادي يتصنت لتا شي واحد. وي حنا غادي نجي غادي نجيبين 16 ولا 17 لعاب. وي الا غتلعب فيهم ماتش سته ولا شنو ولا ما يلعبوش ما يلعبوش عاوتاني. والدور الجمهور، والجمهور الجمهور كان الدور ديال الجمهور خاصو يخلص الورقه ديالو يدخل يتفرج يشجع ويتسنى النتيجه. ما هذا هو الدور ديالو، ما احنا عطينا للجمهور واحد الدور اكثر من. لا هو هو عادي، الجمهور ديالنا جا منذ سنين دائما عنده ملاحظات وكيهضر وتيهضر على فرقته، عنده رؤيه تقنيه ولكن ماشي ماشي بهذا الحده كامل. فوالا هذه الحده، هذه الحده السبب ديالها هو ناس اللي هما ضد مصلحه الرجاء. الله يرحم لك الوالدين. دابا واش عقلتي على العام اللي كانت اللجنه المؤقته اللي فيها غالة؟ وي عقلتي على ذاك العام؟ العام الاخر، العام الاخر قال لهم انا ما غنجيب حتى لعاب بغيتو غادي نزيد، ما بغيتوش الله يعاون. وشحال كلاسات الرجاء كلاسات دوزيامين هذاك العام ملي كان اي بشاي؟ وي وي وشحال من لعاب طلعنا في هذاك العام؟ راه طلعنا راه واحد سته ولا سبعه شهور وقعنا لعب ذوك اللعاب، راه لعبنا بهم 10 سنين. ايوا ونتمناو دابا حتى البدراوي دابا غير مع البديه وهادي وتصاب عطى الكلمه وقال للجمهور بانني غنقوي الفرقه وكذا وغنرجع الالقاب وميسا وكتعرف ديك الهضره الاولى ديال الحماس ضروري منه. ولكن ولكن راه هو كيكسب التجربه، راه كيكسب التجربه تاعو. سي الجمهور، سي الجمهور كون كان كيفهم وواعي يقول لي اخويا الشيء هذا العام قاد لينا غير الفرقه، كل شيء كون داروا معاه غير هكا هو راه ما يمكنش ما يجيبش اللعاب، ولا بد ما غيجيب اللعاب. وي ما يديروش، فهمتيني واش بغيت نقول؟ ولا ودي حنا قاد لينا، قاد لينا الفرقه وقف لنا على رجلنا. واش السيد داخل داخل فرقه غارقه؟ وي واش واش المعقل عنده ما غاديش يبقى. وي وي والحمد لله، الحمد لله الحمد لله. دابا شوف دابا ما بقى قد ما فات شحال بقى، بقات صفقه ولا جوج وغادي يحبس هذا الميركاتو وغيتفرغ المسائل الاخرى. بعدا اول حاجه، اول حاجه خصنا نحيوه بعدا على على البروده الدم ديالو، لانه هادشي راه كيفوض الدم. هادشي اللي كاين راه زعما حافظ شويه على على اللوكالم ديالو، ما حاولش يخسر الهضره بزاف. اما هادشي راه كيجهل، ونتمنوا ربي يكون معاه. انا لا هادي الهضره هادي غير كانوا كيقولوها لنا كيسرحونا بها. هادي عطا الله اللي يبغي يشد الدراجه، راه اللي كانوا كينهبوا في الرجا هما اللي كيكاليو اي واحد كيجي، اي واحد كيبغي يشد تيخلعوه تيرهبوه. اسمح لي هاد الهضره هادي ما غيبغيوش واحد يشدها، راه قالها هو. وراه غنم اللي قالها راه نوى بها حاجه اخرى، هو نوى بها بانه نوى فوالا نوى بها بانها بانها راه مسؤوليه صعيبه تكون رئيس. وي غيكون فيها الضغط بزاف وجماهير كثيره وكذا، هادي هضرتو على الجمهور. مي مي الاخرين بالنسبه للافتتاحات، حنا راه بالنسبه لي انا راه خاص نبدا من عند حانات. وي راه من انت انا معاك نفس الفكره من 2000 من 2010. انت راه الوحيد اللي قلتي سمعتك ذاك النهار قلتيها. وي 2000 خاص تبدا مع راه عرفتي غالا شحال خلا في الصندوق من اللي مشى مليار. او سي حانات، سي حانات بدا الشامبيون وقال لهم لا ما غاديش ما غاديش نجي ما غاديش نلعب انا على الشامبيونز ليغ. عقلتي على المشكل وقع لي مع فاخر. وي وي بصح كاينه يا كاينه. وياه وياه بلاص، وحنا كنتمناو غير الخير. حنا شوف حنا كنتمناو غير في هاد الفرقه عندنا غتزيد لقدام بارك. انا عيناها بالمشاكل، وانا حنا كنحلوا الفيسبوك ولا نحلوا كنقراو الرجاء هذا دار هنا هذا دار هذا الجهه هذا دار الله يجعل. اسمح لي اسمح لي اسمح لي الله يحبك، اسمح لي الله يحبك. واحد الناس راه كيقولوا شي هضره خيبه. شوف هذا اللي كيقول شي هضره خيبه ملي كان بلوكيه كان بانيه من لو ستريم يعرف راسو علاش. باش حيت حيت كاين اللي كدير مع كاين اللي كندير مع بحال هكا تيخرج من بعد تيقول لي علاش درتي لي شنو قلت؟ راه قلتي هضره خايبه ما فهمي تسمح. دونك اي واحد قلل الاداب غادي نبانيه من لو ستريم يخرج علينا من هنا يمشي بحالو شي جا. شوف اللي ما مربيش راه هذاك راه ما عندك ما دير. وي داكور داكور خويا، كنشكرك اخويا، شكرا تبارك الله عليك، الله يعاون. بسلامه اخويا، بسلامه.
شكون عندنا سيدي؟ عندنا سي عادل. يلا سي عادل. الو الو سي عادل، تحياتي. مرحبا. كاين شي مشكل، كاين شي انقطاع عندك السي عادل، معاك ناسيك راني في اللايف. كاين انقطاعات، كاين شي مشكل فيه، ما عادش مشكل في الريزو زعما. نتوما قطر عندكم الريزو مزيان؟ واخا السي مهدي. شوفوا السي مهدي، استاد الماتشات الى غيمشي قبل ما يربح. السلام عليكم. وي سي مهدي، تحياتي، فرصة سعيدة، مرحبا. اهلا وسهلا سي نتيك، شرف كبير لي انني ندوي معاك. مرحبا. وشرف كبير لي انني نتلاقى عاوتاني مع الجمهور الرجاوي في اللايف ديالك. مرحبا، الشرف متبادل اخويا. اش يمكن لك تقول لينا على اللاعبين، جوج لاعبين اللي حنا اليوم تنقدموهم، اللي هو مقدم واللاعب خابر، وشنو كيبان لك في هادشي اللي كيطرى في النجاح حاليا؟ تفضل. اوكي، اول حاجه انا كنت ندوي معك البارح ولكن لظروف خاصه. اللي بغيت ندوي عليه هو الاول، استاذ ناسيك، اول قدوم ديال هذا الرئيس هذا. كنا تنقولوا هذا الرئيس هذا كنا باغيين منه حنايا انه ينقي الوجيز. وي متفقين في هذا وي كنا هذا هو الهدف الاول اللي كنا كنقلبوا عليه. صح. السيد دخل بدا تينقي في الوزيز، قال ايوا عندنا بالانتدابات، باش بدينا كنشوفوا تيجي في الانتدابات. علاش بدلنا الرؤيه ديالنا وما بقيناش غاديين مع التوجه ديال الرئيس انه ينقي الوزيز وانه يمشي في نفس الاستراتيجيه؟ هذا الشيء اللي كان كيبين واحد الحاجه، كيبين باننا احنا بعدا حنايا كرجاويين حنا الاولين من لافوت، حنا الاولين خاصنا نتنقاو. وبلاتي نناقش انا وياك اخويا المهدي. بغيتي تعرف شكون حسب الرؤيه ديالي والراي ديالي الخاص، راه بجوجنا غالطين، ماشي غدا. بدراوي غالط والجمهور غالط، عرفتي علاش؟ بدراوي غالط لانه في الاول فجا دار واحد التصريحات اللي هي شويه دغدغات المشاعر تاع الجمهور. بحالاش مثلا قال بانه انا غنجيب لعابه اللي هما مستوى العالي وغادي نرجع الرجاء للمستوى العالم القاب، وغادي غندير ميسا العام الجاي، غنديرو ميسا وبلاتي يمشي معاك شويه بشويه باش تقدر. دونك ملي كتقول انت هاد الهضره كرئيس الجمهور، والجمهور الله يحيد الله يخليك الا ما حيدش صداع حداك، شوف شي واحد كيغوت. داكور، دونك انت ملي كتقول الهضره هذه لمن كتقولها للجمهور اللي هو موحش الالقاب، يعني بالاخص العصبه اللي هو يعني عاش ازمات هذه 7 سنين وكيسوفري، يعني موحش يشوف لعابه نجوم لان كيجيبوا ليه غير كلاس. اذا انت ملي كتقول لهم هذه الهضره وميسا وكذا الى اخره، ملي كتقول لي انت هذه الهضره الجمهور عرفتي شنو هو؟ راه كيدخل واحد العالم ديال الحلم اللي هو كبير. اش كيولي كيدير؟ كيتسنى منك توفى بداك الشيء اللي قلتي. سي فغي انه الى دوينا على البدراوي غنقولوا بانه انا متحمس وفرحان بديك الفرحه اللي فرح به الجمهور في دونور، بالاخص في الماتش ديال الحسنيه، وشاف داك الحماس وداك الشيء مزيان. هذاك اول ماتش اللي جي مزيان، داك الشيء زرع فيه واحد الحماس حتى ولا. سي فغي، ولكن حتى هو ناقص تجربه، راه ما نساوهاش في المجال الرياضي ناقص تجربه. ما كانش خاصك انت في الاول تقول بانني انا غنحاول نخدم على ما هو اداري بالدرجه الاولى، وبخصوص ما هو تقني غادي نعاودوا نبنيو الفرقه وغادي نبنيوها على مراحل شويه بشويه، وان شاء الله ونحاولوا نحيدوا الديون اون ميم طون باش حتى الجمهور كتشوف. فعلا استاذ ناسي، هذا هو الكلام. لحقاش كان عليه يقول واحد الكلمه، لحقاش هو كان باقي ما شافش يعني حتى يعني الديون اللي كاينين عند الراجا. السيد فاش دخل على واحد التاريكه من الديون. ايوا سته، راه كانت في راسو سته، قالها في الاول، راه سته قالها في الاول، سته يعني اللي كتدخل انت يعني بسته.
ستة محدلين سي فغي انه كاين ديون اخرين خباهم عليه، ولكن ملي كيكون عندك ستة المليار ديال الديون راه ديجا راه قضية غالقة، دونك نضرب ونقيس ماشي عاوتاني نواعد عاوتاني بميزة وداك. ونتمناو حتى دابا الحمد لله باقي ما شفناش الفرقة في التيران، انا ولكن غير استاذ هو ناسي كان يخفف عليه الضغط تنظن. تفضل. فعلا انا كحاجه اخيره اللي غادي نجبد في هذا الموضوع هذا، وي. هو ان انا سوى جاب اسميتو وسط ميدان دفاعي واسميتو وتسعود ولا ما جابوهش في هذه الانتقالات الصيفيه، كنقول بان الرئيس دار نص ديال الخدمه يخليهم كاع حتى الانتقالات الشتويه. هذه من جهه. الجهه الثانيه شوف، اذا كانت الامكانيات، اذا كانت الامكانيات كتسمح، اذا كانت الامكانيات مادا بينا تكون الفرقه من دابا واقفه باش ديماري العام ديالها في لالين دغوات، ويكون اللاعب هاد اللاعب اللي غيجي في العود غنتسناو تال ديسمبر عاد يدخل معانا في المنظومه، يدخل معانا من بدايه الموسم ويدير معانا استعدادات كاع. فتنتمنى اذا كانت الامكانيات كاينه، ما كاينش محسن من دابا، خير البيض عاجله. من جهه اخرى يعني دويت على جوج ديال اللعابه اللي هما كبار وي فرق يعني في الفرق ديالهم داروا واحد الانتفاضه. وي اللاعب الاول كيلعب دفاع وحنايا كنا مشتاقين لذاك الربعه، الراجل شحال هادي ما داش واحد ربعه اللي يكون كيبقى في الدفاع يعني ما كيطلعش. يعني حركات كنا كنشوفوه بعد الخطرات، بعد الخطرات انه كيسوفري. وي كيلعب بوحدو كيحس راسو بحال لعب بوحدو لحقاش. علاش ما عاديش نقولوا بان حقاش السيد اللي كان لعب معاه حتى هو راه كيلعب نفس المركز ديالو، وي يعني حتى هو ما يمكنش لك انك تلومه ولا حقاش السيد مدرب على شي حاجه عاد تجيك بحال قلتي واحد مولف ياكل مثلا البيتزا تجي انت يا عادي تعطيه الحريره. وي راه ما يمكنش. وي هادي بعدا من جهه انني مطمئن الدفاع انه عاد يكون مزيان، واخا ان تنقول من الاحسن انهم يعني مستقبلا يعني في الانتدابات يعني الشتويه انهم يشوفوا ربع اخر اللي يكون معاه. ربع اخر هو كاين داك الولد العراسي عاوتاني، واش نقتلوه؟ واش حنا دوك لي جون واش على الاقل تكون عنده كاتريام ديفونسور؟ شحال يلعب؟ يلعب جوج ماتشات ولا ثلاثه كاع في العام عاوتاني، ماشي عاوتاني نعدموه. الا جبنا ان كاتريام ديفونسور عاوتاني عنده تجربه بحال داك الولد داك العراسي ما غيلعبش، وعنده امكانيات داك العراسي. اكيد انا عراسي كيعجبني، انا سي تان تري بون ديفونسور ودري بعقله، وخا صغير كيلعب بعقله ودار دو بون ماتش. كاع الماتشات اللي لعب دوك جوج ولا ثلاث ماتشات اللي لعب كان في المستوى. هذا هو. تفضل. وبالنسبه للتسعود الصراحه حنا كنا تنطالبوا ب خابش شحال هادي. وي انا حاجه وحده اللي بغيت نعرف، علاش فجاه خابه ناض الجمهور ديال الرجاء قال لك واش صافي، واش هادي هما الانتدابات الكبيره اللي كان باغي كتشوف؟ لا داكشي اللي كيخلعك اصاحبي، كتبقى كتعجب واش هذاك ماشي كويري؟ راه كويري زعما كيلعب بجوج رجلين وما كيبان راس وخطير في الكاري، وحنا كيعذبناها الله جا كيعذبها منها كيلعب اسفي مع الله جا كيعذبها، كانوا حاصلين معاه غير هو شكون يشدو اصاحبي. ما كنفهمش انا، شجع السيد بجوج كلمات، طلب مهاجم اخر، ولكن هذاك اللي عندك شجعوه باش هو الا بدل الفرقه. عندك بعدا انت بعدا مهاجم صغير، عندي عندك انت يا سميتو بن جديده هذاك بن جديده راه صراحه مهاجم، انا تنعتبره مهاجم كبير بن جديده، طموح مهاجم كبير لحق السيد بعقله كيعرف كيفاش تيلعب. اللي وصلتني انه حتى مواقع التواصل الاجتماعي السيد ما مديهاش فيها بصفه نهائيه، يعني كيخدم على راسو كل مره كيتطور. وي وقت ما دخل كيدير لك ديفيرونس. وي فوالا انا السيد هذا نعجبو، يعجبني يكون في الرجاء. وي بصح، وهذا الشيء اللي كنت باغي نقول، وكنتمنى ان جمهور الرجاء انه يساند الرجاء. طبيعة الحال كلنا وراء الرجاء اخويا، كلنا وراء الرجاء. شوف راه اللي ما فيش النفس هو اللي غد دازت عليه 7 سنين هذه وما تألمش فيها وما مرضش في أعصابه، اللي ما فيه نفس. أكيد. واللي فيه النفس راه ما يرضاش داك الشيء يتعاود. هادشي اللي كاين. وكنتمنى الجمهور الرجاء كامل أنه يكون بخير وعلى خير. شكرا لك بزاف. شكرا خويا، شكرا. تبارك الله عليك. والسلام عليك. الله يعاونك.
الو شكون عندنا؟ مهدي؟ تمام. بعض المنخرطين المناطقيه ماشي كلهم بطبيعه الحال، ماشي كلهم، ديما كاين الانسان المزيان والانسان الخايب، ما يمكنش كل شيء يكون خايب، هذه راه ما كايناش، ما يمكنش. بحال دابا مثلا كنا كننتقدوا الناس المنخرطين اللي هما ضاربين السكات، وانا كنت من الناس اللي انتقدتهم، لان كاين واحد السكوت اللي هو غير طبيعي، كاين ضغط من الصحافه وضغط من عدد ديال المسيرين السابقين، وكاين مشكل في الميركاتو، والسيد مكالين وما مخلينش، ما بغاش يبيعوا ليه اللاعبين، وراك شتي الصفقه ديال بحال وقع عليها، حتى شي واحد من المنخرطين ما خرج وسمع نص الصوت ديالو وكتب شي مقال على الاقل ولا شي منشور غير يدعم فيه هذا السيد اللي كيجري وكيصور في اللعبه مع 3 الليل على الاقل، حتى واحد ما خرج. ولكن بحال اليوم شفت الصفحه ديال عصام الابراهيمي، على الاقل عصام الابراهيمي كيف ما بغى يكون، كيف ما بغى يكون التقييم ديالو، المهم راه صوت منخرط هذا كيتسمى خرج ودار في الصفحه ديالته كل تأييد للبدراوي، رغم ان البدراوي ما عيط ليه، ما هضر معاه، ما سميتو، ما قال ليه اجي خدم معانا، ما والو، من بعيد كيعبر على صوت ديال الرجاوي انه كيأيد المشروع ديال البدراوي وكيدعمه في هذه الوقيته هذه. فكنتمنى عدد المنخرطين يديروا بحال عصام الابراهيمي، شي واخا نكون كاع مختلف معاك، وانا كنت مختلف مع عصام الابراهيمي في شي مواقف مع سميتو، مع هذا اللي كان انيس، وكيفاش دعموه، وكيفاش ديك المسرحيه ديال الديمقراطيه ديال الصندوق الزجاجي تاع بلعاني ودوزوا علينا و95 صوت نزلت كاين المظله، هذاك الشيء كله شارك فيه، انا كان عندي فيه موقف وخرجت وقلته بصراحه. ولكن ملي كيرجع دابا الابراهيمي عصام وتيقول بانه كل الدعم للبدراوي، فكنحييه على هذه البادره، وكنتمنى انه المنخرطين الاخرين اللي فيهم الضوء يخرجوا حتى هما ويدعموا البدراوي، ونحسوا كاين واحد الالتفاف، واحد الالتفاف، السيد راه كيدير مجهود خرافي، يكون واحد الالتفاف كما كاين الالتفاف ديال الجمهور او اغلب الجماهير، باش عاوتاني ما نقولش عندنا الديمقراطيه ديال 100% حيت ما كايناش، اذا على الاخر كاين التفاف جماهيري، يكون كذلك التفاف ديال المنخرطين، فكان تما منخرطين اخرين يخرجوا، واخا يكونوا مختلفين كاع معاه، مع البدراوي ولا مع السياسه ديالو، يخرجوا غير يدعموا. هي كلمه زوينه، راه عرفتي شنو هو، راه ملي كتقول واحد الكلمه زوينه راه كتحسب ليك وكتقيد، فكنتمنى. الو الو، وي وي سير لطيف، كاين شويه واحد الصوت، بلاتي 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 خصني هضر اخويا عبد اللطيف دابا، هضر. كتسمعني دابا؟ لا كنسمعك مزيان، دابا كنسمعك مزيان، تفضل. مرحبا مرحبا، كي صباح، الله يبارك فيك، تفضل اخويا، شويه تقول لنا، تفضل. يعني بغيت نقول انت راه بديتي هذا الموضوع، يلاه دابا بديتيه، بان المنخرطين ناعسين ما كيساندوش هذا السيد. زعما فعلا فعلا، لان هذا السيد بحال كيلب بوحدو، كيبان لي بحال كيلب بوحدو، بحال كيتسناو يزلق، كيتسناو يزلق، فهمتي ديك اللعبه ديال ارجع اخليه دابا يحصل اخليه، وهي هادي. وقفوا مع السيد، السيد ما عندوش تجربه في الميدان الرياضي، اذا خصها تكون بجنبه اللي توقف معاه صاحبي، لان هذه هي البدايه ديالو، فهمتي؟ راه ماشي شي واحد غادي يجي عنده عصا نازله ليه من السما غادي يبدا يستير هكا، راه ما يمكنش. وحتى الناس اللي معاه حتى هما ما عندهمش تجربه في الرياضه، دابا هذا هو المشكل، كيتلفت هنا ويتلفت هنا، كيلقى ناس اللي ما عندهمش تجربه في الرياضه، دونك راه كل شيء كيبدا وكل شيء كيتعلم، راه كلهم كيتعلموا دابا. يا اخي يوسف، راه كنا ناقشت هذا الموضوع قبل ما يترأس، هو اش قلنا هو خصو ناس اللي تكون عندها تجربه في الميدان الرياضي تكون حداه، فهمتي؟ راه قلناها قبل ما يترشح هو. ايه ولكن قلناها واش كاينين هاد الناس؟ وي راه حيت المشكل،
حيت المصيبة هي هادي. دابا كيخصك واحد عنده تجربة وعنده النزاهة، راه كتلقى التجربة ولكن ما كتلقاش النزاهة. ولكن الاخ يوسف دابا حنا داك ما عرفناش الواقع، شي الواقع ديال الرجا شي مخبين، ما الرجا ولات شي حاجه، ولات شي حاجه ما مفهوماش ما مفهوماش. شوف هذاك الشيء ما فهماش، راه ماشي صعيب انها تفهم. راه دابا شوف السيد دابا يلاه هذه ما كاملش شهرين ولا 3 شهور، هذه باش جا راه كون على يقين انه غادي يدخل بحال داخل على شركه، غادي يدخل غادي يدير الطب في الاوراق، لا كونطابيلتي الماليه الماركتينغ، ما هو تقني، نجيب ناس تقنيين يقابلوا ما هو تقني، لا قلت الله اكبر. وغيبدا يطب حاجه بحاجه، وغتوضح الصوره، غتوضح غادي يقدموا ملف انخراطات يشجع الناس يدخلوا، غتوضح الصوره. راه شوف هذاك الشيء راه البديه هادي، راه داك الشيء غيوضح، راه سي با لا ميغ بواغ شي دخيلو. داك الشيء اللي كيبغيو دوك المنخرطين، بعض المنخرطين تيبغيو تبان ليه القضيه مضبه وما يبانش داك الشيء واضح ويحصل ويرجع لعندهم، هادشي اللي كيتسناو هما. اسيدي لا، حنا بغيناه يبقى يتعلم الحروف الاباجيديه ديال التسيير الرياضي، يتعلمهم حرف بحرف، مثال من الالف يدوز للباء، مثال الباء يدوز للجيم، وغادا حنا غاديين معاه بشويه وحنا معاه، غير ما يرجع حتى شي واحد من دوك القدام. صافي هادشي اللي بغينا. عرفتي دابا المشكل ديالو، هو المشكل ديالو انه تحط في واحد الظرفيه كلشي اعداء الرجاء، واحد الظرفيه خيبه، فهمتي؟ ولكن الحمد لله هو غادي، هو مسلك امور، هو غادي. اش وقع دابا؟ اش وقع؟ والو. نو ما وقع، ولكن راه ما كل احنا اش كنقولوا؟ كنقولوا بان المنخرطين اذا كانوا منخرطين خصو يوقفوا معاه. ها ودابا وي هادشي ديال المنخرطين خاصهم يخرجوا يوقفوا معاه، عندهم تجربه، عندهم معلومات، عندهم كذا. بحال نعطيوك مثال باش شويه نساهموا في كما تيقولوا في توضيح الصوره. نعطيك مثال الرامي، رضوان الرامي هذا منخرط محامي، عنده تجربه لانه عايش مكاتب سابقه، عنده كذا. وهو في البرنامج ديالو خرج وقال انه باغي الشفافيه، كان هو كينادي بالمحاسبه والافتحاص، كينادي وضع واحد النظامه ديال العمل اللي هي بغات تعتمد على الوضوح، وبغى يعتمد على الجمهور والدعم ديال الجمهور، ويفتح باب الانخراط. تقريبا البرنامج ديالو مشابه الى حد كبير للبرنامج ديال البدراوي. اذا علاش السي رامي رجعتي للور ودرتي هكا يديك حتى ودخلتي مع هادوك اللي باغيين يحاربوا البدراوي؟ لانه ما كاينش شي فرق، انت ما حاربتيش ولكن انت تحاربه بصمتك، هذاك الصمت ديالك انت تحاربه بصمتك. كدير تطبيقا للقاعده او المثل اللي كيقول كمن حاجه قضيناها بتركها. والله يرحم الوالدين، الا كنتي رجاوي خاصك تخرج تجي تدعم هذا السيد، واخا هو كاع ما يطلب منك شي حاجه هضر معاه غير ميساج، كتب ليها في فيسبوك واش خصك شي حاجه، انا موجود، انا نساعدك، كانت شي حاجه ندخل في شي لجنه من اللجان، انا مستعد نخدم معاكم، ما كاين مشكل، ونعاون فرقتي لان كنبغي فرقتي. وهذا هو المنخرط اللي كنعرف انا، واللي كنعرف هو رجاوي ديال بصح، ماشي ديال الشعارات. تفضل خويا. والاخ يوسف حتى الجمهور ما خصوش يكون يضغط على هذا السيد هذا، فهمتي؟ بغينا هذا. راه السيد خدام، داك الشيء اللي الامكانيات اللي عنده راه خدام، فهمتي؟ لا التجربه هي راه كتنقصوا التجربه، ولكن ماشي عنده عصا سحريه غادي الرجاء هذا العام، انا غادي نقول لك غادي دي الشامبيون، غادي دي وي الشامبيونز ليغ، غادي دي خصنا نكونوا مستعدين للجميع. الرجاء مهدمه، راه خصنا نكونوا مستعدين لجميع الاحتمالات، لانه ما نساوش راه تقريبا 70% ديال الفرقه كلها غتبدل. هذا الا اعتبرنا بانه البنزرتي غادي ياخذ شي لعابه من هذوك اللي كانوا، حيت تقدر تجدد المكعازي، انت جددتي المكعازي، ولكن البنزرتي راه ما يعجبوش المكعازي. كنقول كمثال، ماشي كنقول ما، ولكن غير كنوضح الاحتمال. تصور انه البنزرتي ما عجبوش المكعازي، وما عجبوش الهدهودي، وما عجبوش مذكور، وما عجبوش مثلا نقولوا شكون، ها هما ثلاثه ديجا، وما عجبوش الزريده، لان ما نساوش ان الزريده راه بقى مع المنتخب، دوك ما شافوش، فهمتي؟ هما اربعه ديجا، اذا شكون اللي غادي يبقى في التشكيله؟ مثلا انا كنقول مثلا بقى حركاس، وبقى شكون عاوتاني؟
حركات يمكن واقيلا يقدر يدخلنا هيري وقت ما يدخلوش غيبقى حركات ولا هيري مثلا هما اللي وثنيتي مثلا كحارس هما ثلاثة إذا كان جدد فعلا لأنه يعني باقي ما عنديش اليقين أنه جدد هما ثلاثة اللي كاينين إذا شحال تبدلات الفرقة غتكون تبدلات بواحد النسبة ديال 80% ولا 90 تيفو دونك هاد الفرقة ما غاتسناش تقلع عليك من الدورة الأولى راه كيخصها نصبروا إذا خصنا نستعدوا لهذا الشيء باش ما نبقاوش نكتبوا على راسنا ونعاونوا وندعموا هذه الفرقه واكيد انه ان شاء الله في اقرب الاجل غيكون واحد الانسجام وهذه الفرقه تعطينا داك الشيء اللي كنتظروا لان اللعابه تقال اللعابه ماشي ساهلين عندهم ما يعطيو تفضل خويا لانه راه هذا الشيء اللي كيقول لك دابا الرجال العام اللي فات واخا كانوا اش الرجال كانوا خاصينها في هذاك الوقت وي ولاد الفرقه راه كيتقاتلوا ما كتب الله حرام وي وي بيان سور كيتقاتلوا ولاد الرجال بيان سور مساجمين فهمتي وي علاش كان كيقص هذاك العام كانوا كيقصوا واحد ربعه ديال اللعابه ملي مشى الحفيظي كان خصهم 10 وكان خصهم واحد اللي ضروا واحد اللي كوشا في سونتر الراشه واقفه فهمتي العام ما كانتش بزاف وكان خاصها بزاف ما تكراساش الثانيه واخا واخا بلاتي عبد الطيب كلامك يناقش لهذا غتعطيني الفرصه نناقش معك دابا انت كتقول بانه كان خصها ثلاثه ولا اربعه اللاعبين الفرقه كان خصها ثلاثه ولا اربعه اللاعبين راه ملي كتشوف واحد الفرقه في واحد الموسم مثلا لعبات واستطاعت انها تجيب الدوزيامه وانها سميتو تقاتلات كان خصها واحد الربعه هي كتبان لك ولكن في الموسم الموالي كتقدر كيقدر يكون هذاك اخر موسم اللي عطاو فيه دوك اللعابه يعني صافي وكحو مقدم ما يعطيو نعطيك كمثال دابا اللي نفرضها انت هذه الفرقه خليتيها وزدتيها اربعه شكون اللي غيضمن لك ان العرجونه يبقى في المستوى ديالو شكون اللي غيضمن لك بانه مثلا الهدودي مثلا داك شكون عاوتاني اللي كان غيبقى متولي غادي يبقى في المستوى ديالو رغم انه داك العام شفنا المستوى ديالو نقص شكون اللي غيضمن لك بانه مثلا شكون عاوتاني اللي عندنا كون كتبغي غير تشوف اللي عندنا وكتلقى حتى واحد ما كاينش يعني انه حنا كان عندنا قناعه شوف هاد الكلام اللي كتقول عبد اللطيف كيبقى رايك انا كنحترمه ولكن انا كنقول لك حنا كلنا اللي كنا كنتفرجوا كانت عندنا قناعه بان الفرقه كلها خصها تمشي فحالها كلنا يلاه كان استثناءات قليله حركات وزريده هو اللي كانوا وبن جديده هادو هما الثلاثه اللي كانوا الناس يعني هناك تقريبا ماشي اجماع ولكن هناك اغلبيه الجماهير اللي هي كتشوف بانه خصو يستمر ماشي الاخر كله خصو يمشي بحاله اذا اش غادي تبدل غادي تزيد اربعه اش ما غاتحركش من بلاصتك كخصك اعاده بناء فرقه لان داك الشيء كان عندنا ضعيف جدا والحمد لله جا رئيس اللي عاود بنا الفرقه اذا والله ما اخويا نصبر عام ونعاود نبني فرقه ولا نزيد عام خوض ديال العذاب وديال العصا تنظن هكا وتفضل خويا كمل كلامك هو هذا الشيء اللي قلتي يا اخي يوسف لان احنا اشنو هو اللي جعل الرجاء ضعيفة شوية علاش لأن الأوتور اللي كاينين في الرجاء اللي كيكونوا الشباب ما كاين قطاعات الرجاء كان إلى عقلتي الأخ يوسف الرجاء كانت ديما عندها واحد لا ريزيرف وي اكيد كاين عندك مشكل في الريزو خويا واش الريزو ولا شي واحد كيقطع عليك كيحاول يتصل معك لا سي دابا مزيان تفضل واحد بلاتي واحد الاخ واحد الاخ واحد الاخ ايمن واحد الاخ ايمن ما عرفتش منين جاب هاد الخبر هذا قال لك تلهبطي ما بغاش وسوبون بينما الناس اللي كتقول بانه باغي الهبطي عاجبو باغي يخدم معاه باغي كذا حنا غادي نشوفو اشوف الماتش قريب غير نهار السبت غيكون ماتش اميكان ما بقاش بزاف وغادي نشوفو حنايا هاد اللعاب اللي تيقول ما بغاش هذا ولا ما بغاش هذا غنشوفو المستوى ديال كل واحد لان حتى هو ما بغاش يحكم على شي واحد حتى يشوفو في الماتش شي اللي كاين وي الو عندك انقطاع عندك مشكل في الريزو صاحبي تكلم عبد اللطيف دابا تكلم
كتسمعني دابا؟ ما كنسمعك كنسمعك. قلت لك دابا اشنو هو اللي زاد كمل على الرجاء؟ هو ان التكوين ديال وي وي وي، هذاك التكوين هذاك راه مشكل، مش حال هذاك، مش حال هذه. دابا تندوي حنا على تندوي حنا تندوي دابا على التشكيله ديال العام اللي فات. دابا التشكيله ديال العام اللي فات الا شديتيها وحافظتي عليها وزدتي غير بعض، حنا كنمشيو مع داك المنطق اللي كتقول. بغض النظر على لي جون، لي جون حنا عارفين داك الشيء ميت، عارفين بانه سياسه باك صاحبي اللي خدمات هذه 8 سنين ولا 10 سنين راه كنديو الثمن ديالها دابا، لانه اللعابه اللي فيهم الدوره قلنا كيخطفوهم مع الثلاث اللي كيبيعوهم كيسمسروا فيهم جميع بلا ما نجبدوا شكون اللي كيسمسر. واحد الوقت راه شدات المدرسه، واحد صافي. اذا حنا عرفنا علاش دابا طالعين اللعابه ضعاف، لانه هادو باك صاحبي، نتيجه ديال سياسه باك صاحبي راه باين داكشي. وي اوكي، كاين انقطاعات اخويا عبد اللطيف؟ واخا وي وي عبد اللطيف، وي وي هادشي هو اللي جا، هادشي هو اللي جا الزم الزم الرجاء ما بقاش كتعطي لعابه. وي هذا هو اللي جا زاد كمل على المنظومه ديال الرجاء. اما الرجاء كانت كتلعب ديما 90% اللعابه دولا. وي يكون خير ان شاء الله، يكون خير خويا عبد اللطيف. كنشكرك على التدخل ديالك وتحياتي. الله يحفظك، الله يحفظك. شكرا، بارك الله فيك. شكرا. الو الو وي سي عادل، دابا كنسمعك مزيان. دابا كنسمعك مزيان. دابا اه خصني نخدم واحد الفي بي ان. اه انا كاع لي جون كاع الخليج كاين واحد خصك تاكتيفي ديك لابليكاسيون في بي ان باش كيشد لابيل واتساب. اه داكور 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 داكور. وسيدي فرصة سعيدة هذه، الله يحفظك. نذكروا بالاخ عادل اللي هو انسان اختصاصي في اللياقة في الاعداد البدني وفي اللياقة، كل ما هو لياقة بدنية، مقيم بقطر، كيشتغل تما، معروف معروف، عنده سمية كبيرة تبارك الله، وعنده دبلومات في المستوى العالي. فبالصحة بعد هاد المشكيطة اللي مصور بها، بعدا المشكيطة اللي كتب لك. عرف فاش عيطتي لي راه بقيتي لي كنجري، كنت كنجري. والله الا مزيان، والله الا مزيان. منتشره في قطر هادي، منتشره هاد الدراجه الكهربائيه. والله الا مزيان. هنا في هنا في كازا، هنا في كازا ولات عالجه. هنا واخا واخا مثلا ما عندكش لي موان باش تشريها، كيكونوا تابعين لواحد الشركه، كتلقاهم كتلقاهم محطوطين في الشارع. كتجي انت كتنزل واحد لابليكاسيون في التليفون وكتشارجي، كتدوز من لاكارت فيزا ديالك المونطون اللي بغيتي انت، وي، وعلى حسب شحال بغيتي تبقى تدور بها. والله الا مزيان، بالله مزيان. طيب خويا عادل، عادل غنسولك واحد السؤال اللي عنده علاقه بالتخصص ديالك. فشفنا شفنا شفنا واحد الفيديو تلاح ديال حدراف في لاصال، في لاصال تاع 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 الرياضه، تاع تاع كما تيقولوا لا كولتور فيزيك، كيدير سميتو واحد الوقيته كيضرب في واحد الساك ديال الرمله كيبوكسي فيه. انت بالنسبه لك هذيك العمليه واش كتكون في اخر الرياضه؟ بعدا نفهموا بعدا قبل نناقشوا القضيه. تنظن انه هو من ذاك النوع اللي شي شويه كيبغي كيبغي المراح وكيبغي يخلق واحد الجو. سي فري مهم يكون عندك لعاب كيخلق لك المراح في وسط المجموعه، ولكن في نفس الوقت بغي نناقشوها من الناحيه الاحترافيه. هذيك العمليه واش كتكون في الاول، واش كتكون في الاخر، واش مزيانه الرياضي تاع الكره ولا لا؟ اش يمكن تقول لنا اخويا عادل؟ سا ديبون شنو هو انت لوبجيكتيف ديالك. على حساب دابا مثلا هو شنو هو لوبجيكتيف ديالو، واش بوغ بغولي لي كريس ولا بوغ بوغ رونفورسي هذا الكارديو فاسكولار ديالو ولا، فهمتي؟ سا ديبون على على هذا. دونك بوغ بغولي بوغ باش تحرق الدهون وباش هذا كدير في الاخر. وهو ما عندوش دهون، تنظن ما عندوش دهون هو. هو بعدا هو بعدا بعدا خصو يرد البال راسو، باسكو هذوك الحركات
اللي كيدير الفيديو سيز راه كتحك راه زعما مي راه بحال هكا كيبروفوكي بليسور. فوالا وهذا الشيء انا بغيت نسول من الناحيه الاحترافيه، واش مزيانه واش خايبه باش هو يستافد والفرقه كلها تستافد. انت متخصص ما فيها باس نهضروا على هذا الموضوع، انا متاكد من هذا الموضوع ما تهضرش عليه الصحافه، لا الصحافه ما تناولوش حيت كيبان لهم هذا الشيء غير ضحك كياخذوه غير من التريكيل. انا تنبغي دائما ندوي على المسائل شويه ضحك وشويه جدي. تفضل خويا. اكزاكتومون كيف ما قلت لك الحركه، ما هو الحركه اللي كانت صحيحه راه مزيان زعما يديرها مثلا في الاخر ديال لا سيونس ولا في الوسط ديال لا سيونس، ويكون ان سيركوي ترينين يديرها في وسط لا سيونس. سي مزيان حتى هي سي بوغ الكارديو فاسكولير بوغ بروليه ديك غاس، ولا كديرها في الاخر ديال لا سيونس ديالك صافي، كتسالي لا سيونس ديال دو ميسكولاسيون ولا ديال لونترينمون ديالك، وكتمشي للصاك كتبدا تقصر فيه شويه. ايه واخا الحركات، اشنو الملاحظات ديالك على الحركات والجانب السلبي اللي يقدروا ياثروا فيه يسبوا فيه مثلا اصابه اللاعب ولا هادي، اشنو كتقول في هادي؟ بحال دابا بحال ديال راسو كيدخل هذاك الصاك، بعدا كنعرفوا حنا الصاك ديال الرمله راه ثقيل ثقيل وقاصح بزاف. يعني هذاك مثلا انت كتمشي كتضرب براسك راه تقدر تبروفوكي هذاك يولي عندك السي دو ولا السي تخوا في العنق ديالك، تولي ديال هذيك سميتو على عنقك وجالس مستافد، لا انت مستافد لا الفرقه ديالك مستافده، وخصوصا وخصوصا في مرحله استعداد الموسم الفرقه متكتسنى كانك فهمتي وغتولي جالس واحد الشهر ولا هادي سي فغي. شوف صافي لانك انت باقي يلاه بديتي يلاه باقي كما كنقولوا يمكن انت الجامعه باقي ما عطاتش الرخص ولا هذا، باقي بالقلم الرصاص باقي ما داش بالستيلو وي صح. انت يلاه خاصك هو احنا عارفينه زكريا راه عارفينه عنده عقل كي بغيتي تدي قلتي لا خاص شويه ديال الجديه شويه ضحك وشويه جديه بصح. هنا هذاك اللي كيصوروا ما عرفناش شكون، الا كان في لو ستاف تكنيك ولا هذا راه خصو هو اللي خصو يعطيه الكونسي ديالو فوالا ينبهوا لهذه المساله. اكزاكتومون ولا كان لعاب اللي شي لعاب اخر هذا راه بجوج خصهم يتشدوا لهم الودنين. وخويا واحد القضيه عادل دابا الحاجه اللي لاحظناها ولا حتى انا يعني انا جاتني لا فيديو لاحظت بانه من بعد واحد 5 دقائق الفيديو تحيدات سوبريمات ياك. انا هذه القضيه ديال الفيديو سوبريمي ولا غتلاحظ انت الا دخلتي ووصلك وهذه غتبغي تحلو ما يتحلش غتلقى غير يقولك راه تحيد الفيديو داكو. انا بغي نهضر على هذه القضيه ديال الفيديو تحيد تلاح وتحيد، انه ملي كتحيد الفيديو راه عدد الناس ما غيشوفوش وما تكونش فرصه باش يتناقش بحال هكا، وملي كيتناقش بحال هكا كما كنناقشوا حنا دابا راه كتكون الفائده لا للفريق ولا للاعب ولا لذاك السيد اللي مكلف بلاصال ومع اللعابه فهمتين. دونك الله يرحم الوالدين راه ما فيها عيب، الفيديو راه فيه واحد الجانب ترفيهي مزيان خليه منشور لا تحيدوه، فيه جانب ترفيهي وكذلك فيه جانب اللي هو تربوي اللي حنا كنهضروا عليه دابا، انه اللاعب يتفادى الخطا ديال الاصابه اللي بداك النوع ديال الضربات اللي كان كيدير داك الساك. هذا هو. تفضل خويا تفضل. انا خويا يوسف فوق هذيك الفيديو اللي دابا اللي انا اللي انا ما كتبش عليك هذيك الفيديو صيفط لي واحد الصديق باسكو كما كتعرف ما عنديش فيسبوك وي دونك هذيك الفيديو صيفط لي واحد الصديق الاخرى ما عرفتش اشنو كان فيها غير هو نقدر شفت سوغ لو سيت ديال الراجا دي فوتو ديال لا سيونس دونترينمون في لاصال دو سبور وي دونك مازال كنشوف الدراري كيخدموا ب 5 كيلو راه حشومه راه بنت دابا تجيبها راه كتخدم ب 10 كيلو تهزها تجربيها، وانت راك اتليت وسميتو هذا باقي كتخدم ب 5 تفهم واش غاترونفورسي هذا لو موسكل هذا اصلا الموسكل الا ما عطيتيش واحد لو شوك الا ما شوكيتيش ما غاتيفولواش كيبقى ستابل في بلاصتو. واخا واحد السؤال بريء وسؤال ديال كما تيقولوا ديال واحد اللي ما كيعرفش في المجال، واش ما كتظنش بانه نحن في بدايه الاستعداد يعني 15 يوم الاولى ديال الاستعداد ربما كاين هناك تعمد لاستعمال يعني ثقلين حديدي خفيف في انتظار تقويه مثلا الوزن؟ لا واش ما كتشوفهاش من هذه الناحيه؟ لا انا بالنسبه لي اللي كنشوف ويسكو بنزرتي
خلف معاهم 3 سيونس بار جو وي. سا فو دير كو راه كاين واحد ديفولوسيون راه كاين داكور اون سيونس ولا دو سيونس راه وصلنا 3 سيونس داكور راك انت كتطلع غادي وكتطلع في هذا وي وي في كوندي في لو ريتم وي دونك انت ملي كتطلع لو ريتم ما فيها باس باسكو شوف باش نكونوا فاهمين اخويا خويا يوسف وي اونتر بارونتيز راه توانسه وي سورتو لي بريباراتور فيزيك هذا توانسه مع احتراماتي ليهم هما اي سون فور مثلا في هذا الشيء ديال بويسكو عندهم دي زونيفرسيتي في تونس ديال اللياقه البدنيه وكذا وهذا ولكن راه في لا ميسكولاسيون راه ما نكذبش عليك راه اي سون فيبل داكور راه في لو كوتي تيك لو كوتي تكنيك ديال لا ميسكولاسيون انا بحال دابا نعطي واحد النصيحه مثلا للعابه كاملين ولا حتى لو سبار تكنيك وحتى لي بريباراتور فيزيك كاينه واحد لابليكاسيون هذيك ماسل موشن ينزلوها كتعطيك فيها هي غتخلص عليها شحال تجي مثلا 100 درهم بار لو موا ولا 150 ولكن راه غتستافد راه كيعطيك لاناتومي ديال لو كور ليكزيرسيس ديالك مع لو موسكل كيفاش كيتخدم وشنو هما لي زيرور اللي ما خصكش دير وشنو هما يعني غتستافد بلا ما تحتاج انت كاع حتى شي واحد حتى شي كوتش داكور بحال قلتي سميتو حنا نقولوا مثلا النيكرونجيون في لاسال ديال السبور ولا في سميتو ولا فهمتي وفيها خدامه لابليكاسيون خدامه لا فيديو خدامه وكل شيء يخدم قدامها كل شيء يخدم موفمون وحده كاع ماشي مشكل هو البروبليم ما غاديش تخلص بزاف فوالا فوالا مثلا يحطوا واحد التلفازه اللي هي كبيره يشوفوا هذا وهي داك لابليكاسيون راه البدراوي ما غايقولش لك على 200 درهم فلوما ولا هذا وكلشي يستافد زعما اللي غايشوفوا بعدا غيعرفوا بعدا كيفاش هذاك ملي كدير انت هذاك ليكزيرسيس اشنو كيتخدم اشنو ما كيتخدمش وشنو هما لي بليسور فوالا شنو اللي كيبروفوكي لي بليسور ايوا هاد القضيه اللي قلتي راه مهمه جدا انه ما فيها باس الانسان يتواضع ولو انه باختصاصي في لا كولتور فيزيك ولكن الا ما كيعرفش في واحد المجال ما فيها باس نعيطوا الاختصاصيين او نديروا ابليكاسيون هادشي خصنا نهضوا به ما كاينش لانه المهم هو مصلحه الراجع يعني اللي كيهمنا هو حاجه اللي تكون صالحه في الفرقه وراه كيستافدوا حتى الناس اللي ماشي رجاويين راه كيستافدوا فهمتيني هادي راه افاده للجميع هادشي اللي كاين مرحبا خويا يوسف كلشي استاف معنا الرجاء العالمي كنتمنى في وسط الرجاء انه يتنبهوا لهذه المساله ما فيها باس يكون واحد الاختصاصي او كان لانه انا بالنسبه ليا كنامن بواحد القضيه ملي كندوي على الافتحاص وتندوي على لوديت كعمليه افتحاصيه فهذه العمليه الافتحاصيه راه ماشي كتقتصر غير الحسابات وما هو مالي هذا كاين اللي كتكبر البروجيكتور وكتقول الافتحاص يجب ان يشمل جميع المناحي ديال التسيير ديال الفريق فكما كيكون افتحاص على المستوى الاداري والمالي فخصك دير افتحاص على المستوى التقني على المستوى اللياقه البدنيه واش تجيب واحد مختص ان كابيني مختص وتقول لي شوف لي مدرب اللياقه البدنيه واش كيخدم ليا مزيان ولا كاينين دي زانسوفيزونس كلكو بار ودي جبدهم ليا باش يمكن لي نلقى لهم حلول كذلك شوف لي مدرب الحراس واش كيقوم بالمهمه مزيان جيب اوديتور ديال اوديتور ديال اللي كيتني بالهم مهاجمين لي زيكزيرسيس اللي كدار لي زاتاكون اللي كيدار الميليو تيغان واش هما هادوك باش داك المدرب براسو ندير ليه لوديت ونعرفوا واش كيكون ليا فرقه واش غينفع ليا الفرقه اولا كيدير عنده دي زانسيفيزونس خصهم يتصلحوا فهذا هو لوديت انا بالنسبه لي البريباراتور فيزيك راه ما كيتعمقش في لا ميسكولاسيون خاصك دير واحد الاجتهاد اخر تمشي دير دراسه اخرى تمشي دير ديبلوم اخر هذا كتعمق فهمتي علاش انا قلت لك راه لا بلوبار ديالهم بحال دابا راه هذاك التونسي اللي كان قبل بن ونيس وي بن ونيس راه قلت لك انا شفت اون سيونس دونترينمون ديالو في لو سيت اوفيسيال ديال الرجاء راه شفت دي زيكزيرسيس اللي كانوا غالطين ديال لا ميسكولاسيون يقدر يلعب يتبليس هذيك اللي قلتي لي ديال ديال لالتيغ ديال لاباغ وي الوغ هو واقف كيشوف الوغ هو ما عطى حتى شي كونسين باش يصحح سكي فيك ما عارفش يعني الا ما غاتمشيش تصحح حتى كتشوف هذاك راه غالط الموفمون غالط وما كتمشيش كتصحح سكي فيك انت ما عارفش فهمتيني سي سا دابا يقدر هو راه في سميتو القرايه راه عاوتاني راه كيوصلوا كاين اللي كيبغي يجتهد كاين اللي بغى كيزيد يطور راسو حيت شوف
الاخ يوسف باش نكون فاهم معاك، راه ميم في لو دومين ديال 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 شي تاع لي موفمون لي زيكزيرسيس اللي كيكونوا في لا بريباراسيون فيزيك اللي كيكونوا في لا مسكرات، كل عام ولا كل كتكون ابديت كيكون كتكون واحد ميزاجور. فوالا فوالا صح، مره كيكتشفوا مثلا ان هاد ليكزيرسيس ما خدامش هاد العصبه الفلانيه ما تبقاش ديرو، هاد ليكزيرسيس راه ما خدامش لهاد لابارتي هذا، ممكن يجيك ديسك ممكن هذا، فهمتي؟ صح صح، كاين واحد لا ميزاجور، فهمتي؟ العلم كيطور غادي وكن غادي لقدام، دونك كيفاش على داك لو بريباراتور فيزيك صح خاصو خاصو حتى هو يدير ميزاجور. طيب طيب سي عادل، عندي واحد التساؤل بالنسبه للرجاء دابا هادي نو سوم دابا حنا لو 16 ياك، نو سوم لو 16 دونك تقريبا هاد جوج اسابيع والرجاء كترين ياك، لحد الان كان الجود ما كاينش ان ماتش اميكال، يلا غيكون واحد نهار السبت، نهار السبت دابا حنا اليوم اليوم 16 ياك، اليوم 16 17 18 19 20، يعني لو 21 جوغ اليوم 20 ديال الابتداء ديال الاستعدادات عاد غيكون ان ماتش اميكال. كيفاش كتشوف حتى هذه القضيه من الناحيه البدنيه ومن ناحيه الاعداد البدني ديال ما قبل الموسم؟ واش عادي ان يكون عندك ماتش حتى لو 20 جوغ باش تبقى مركز على ما هو بدني، او لا كان خاص ربما انه تكون واحد سميتو يعني يكون واحد الماتش مده اقرب مثلا في لو 10 جوغ لو 15؟ كيفاش كتشوف واش القضيه سليمه ولا لا؟ تفضل. انا بالنسبه لهذه القضيه هذه هي عندها جوج فيها جوج ديال الحالات، دو زوبسيون اللي مثلا البنزار خاصو يتيستي لي جوار ديالو هادو لي ريكروت بي جداد ويشوف هذا يوقف على شكون اللي غيمشي مخيط هذا الشيء، كيكون كتكون عنده واحد ليدي. وثاني حاجه كيشوف هذاك لو نيفو لو تيست بحال هذاك الماتش، راه الناس كتشوفوا ماتش دو فوت، ولكن راه بالنسبه لهذاك لو بريباراتور ولا داك المدرب هو كيشوفوا ان تيست، ان تيست فيزيك، ان تيست هذاك انت وي اكزاكتومون اكزاكتومون، كيشوف انت كيشوفك واش ايفولويتي، واش انت كيف ما جيتي نهار لو بروميي جور واش غادي في واحد الخط تصاعدي ولا راك باقي ستاغني كوم سا باش هي كيرجع معاك. راه هذا هو السبب على سولتك عادل، هذا هو السبب على سولتك، واش ما كانش خاص مثلا لي ماتش يكونوا بلوز افونسي من انهم يكونوا حتى لو 20 جور؟ هذا هو السؤال انا عندي شويه سميتو، تنظن راك مشي غادي في هذا الاتجاه، واش انت بالنسبه لك واش ما كانش ربما ربما حنا حتى حنا كنناقشوا واش تفضل. انا بالنسبه لي بريفير انا حتى لو 21 جور زعما حتى ابري 20 جور عاد باش ندير ان ماتش ان ماتش كونفيرميك داكور، حيت انت ديجا بعدا راه كيديروا دي ماتش في فصل لونترينمون لي جوار بيناتهم، دونك ديجا راه كيكون عندك كتكون عندك كيكون واحد بحال ان تيست، ان تيست باش كتشوفهم فين وصلوا فين وصلوا في وي وي داكور، دي ماتش بتي ماتش دونترينمون وي دي ميني ماتش. دونك هذاك وي هذاك الكبير باسكو فهمتي انت كتكون داخل فيه شويه في دماغك كما قلت لك انت العقليه ديال اللاعب ديالنا حنا الا ما كنتيش مع الا ما صيرتيش ما كيتقادش داكور فهمتيني، دونك هذاك لو ماتش كيكون واحد النقطه لانه هو كيكون داخل فيه سيريو وكيلعب هذاك كيلعب داك اللعب ديال لو جو ديالو هو، دونك هذاك ملي كتشوف انت هذاك اللعب ديالو راه كاين. انا بالنسبه لي انا زعما من هذا راه جو بريفير انا حتى لو زعما حتى الا خذوا وقت باسكو لي كونجي واللعابه اللي جاو شداد كل واحد منين جا وكل فوالا فوالا، وكاين اللي كانت عنده مونك دو كومبيتيسيون، كاين اللي ما لعبش واحد الوقيته، كاين اللي لعب بزاف د الماتشات، كاين اللي لعب شويه د الماتشات، سو كيفي راه كاين واحد التفاوت في الاعداد البدني، التفاوت في اللياقه البدنيه ديال اللاعبين جو كوا اكزاكتومون، حيت هذيك وي هذيك 20 يوم من ورا 20 يوم صافي انت راك بحال قلتي كتخلي كتعود هذاك لو جروب، كتعود على هذاك الجروب كامل كيتعود على هذاك لو بروغرام كيكونوا داخلين هما في لو بروغرام. دونك انا بالنسبه لي من وجهه نظري زعما مزيان هادشي اللي دار بنزاتي، ما كاين زعما حتى شي وي ما كاين حتى شي. داكور داكور خويا عادل، كنشكرك على التدخل ديالك ونتمنى ونسمعوك فرصه سعيده هذه اللي سمعناك.
وان شاء الله الرجاء تفرحنا كاملين ان شاء الله. تنظن بانه يعني من الفرق اللي هي بدات استعدادات اوليه يعني مده شهر تقريبا قبل من البطوله، مده كافيه اللاعبين تنظن ارتاحوا المده اللي هي كافيه كذلك. وكاين مشكل، كاين هذه المساله ديال البنزاتي كيدير 3 حصص يوميا، فمنهم وحده مع ستة ونص حقا ديال الصباح. بغيت نسولك على هذه الحصه ديال ستة ونص ديال الصباح، كيفاش كتشوفها؟ شنو هي الفائده ديالتها؟ هي السونس ديال الصباح راه مزيانه. علاش؟ شوف انا نقول لك واحد القضيه من واحد علميا وحتى نمشيو دينيا. شوف راه شي حاجه ما قالها الله، ما قالها الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا وسميتو الا فيها فائده. دونك حتى هذاك الجو ديال من وراء الرجال هذاك اللي غادي كيكون كون على لي بومون ديال كيسير دو باسكو داك لير لوكسيجين اللي كيكون راه ما كيكونش النهار كامل بحال. داكور ملي كتمشي كدير بصح، ملي كتمشي كدير اون سيونس مع ديك الساعه الصباح راه باقي داك باقي داك لير فري وباقي داك فهمتي داك حتى لي بومون ديالك كيتحلوا مزيان. وي و جو بونس كو هذا كيدير في هذيك لونتخ ميدي دو راه كيدير لهم سيونس ديال الميسكولاسيون كتكون هي اللي كتكون ما بين 12 و كيكون اونطينمون عادية اللي كتكون بعض المرات فيها كرة، فيها مثلا شوية كرة وشوية وي وي باش عاوتاني ما يكونش ديك، باش ما تكونش هذيك لا مونوتوني عاوتاني. هذاك الشيء اللي كاين، هذاك الشيء. وان شاء الله شوف حنا نحتاجوا شي حاجة حتى ما كاين حنا نفيدوهم. شوف ما بغينا منهم والو، حنا بغينا نشوفوا الفريق ديالنا مزيانه. الحمد لله، هذا هو الهدف الاول، هذا هو ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا. تشيكينا اخويا عادل، كنشكرك اخويا وتحياتي. تحياتي اخويا، شكرا، تبارك الله، يعطيك الله. سلام اخويا، سلام اخويا، مع السلامه. مع السلامه. خويا ما كندوش النوامات اللي ما كنعرفهمش، واش كذب عليك؟ كاينش داكشي. الو شكون هذا؟ تنظن بانه حنا قرب نكملو. كان معنا واحد الاخ اللي كان كيتصل لي هو سي مهدي، اكيد مشكل. نحاولو عاود نعيطو ليه. الو وي سي مهدي، تحياتي، مرحبا، كيدير خويا؟ السلام عليكم، طاجوين صراحه الحمد لله. مرحبا اخويا، اش يمكن لك تقول لينا على اللاعبين اللي دوينا عليهم اليوم وعلى الرجاء؟ الشيء اللي كتسمع على الرجاء، حتى تخيل اللي بغيتي هضر فيه، ما عندي مشكل. رجاء نرجع لواحد، كان واحد المداخلات ديال واحد الاخ على مساله الجمهور الضغط اللي كيمارس على 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 الرئيس. وي لا حول ولا قوة الا بالله، ما غندوزكش اصاحبي، ما غندوزكش، خليو السيد يهضر اصاحبي، خلي السيد يهضر، ما كنعرفكش، ما غندوزكش، وانت بعدا باين من هنا، والسيد كيتصل وباين لابس التوني ديال التصويرة ديال داري وباغي يهضر معايا انا. سير اخو عند داري، سير عند داري، تبع داري، راه كاين واحد الصفحة خاصة بسميتها خاصة باسم هذيك اميان ولا ماعرفتش اسم ديك الفرقة اللي مشى لها. سير شوفو، سير اخبارو، عرف اخبارو، وسلم عليه وحييه، اجي عندي انا، تدخل عندي انا، فهمت انا. الوغ تفضل السي مهدي، نعاود نرجعو للسي مهدي ديال فرنسا. الو السي مهدي. الو خويا راه قطع عليك شي واحد، تفضل اخويا، تفضل كمل كلامك. قلت لك غير باش نرجع على ديك داك النقاش اللي بدا، ولا قلتي شحال ديني كدويت لك على داك التصريح اللي كان دار البدراوي ديال مسألة ميسا. وي انا كان شوية ما اختلفنا عليه بان ما شفناش اللي جوا، دونك من حق يقولها. وي هو انا كيبان لي انا الرؤية ديالي هو في بالنسبة في هذيك المسألة اللي كان فيها الحملة، ما نقولش حملة انتخابية لأنه من مومون دوني كان هو كان ضروري خصو يعطي شي وعي، وهو من هذيك قلة التجربة ديالو خرج بهذوك التصريحات، وهذاك التصريح فريمون كان خطير لأن هاد لابريسيون كاملة اللي دايزة دابا راه بسبب ديال هذا. كاين واحد التصريح ثاني تاع مسألة المحاسبة اللي خرجوا علينا عليها. وي هذيك تاع
كان يتلي أعداء اللي ما كانوش بصح اللي ربما كانوا لا بصح لا بصح بصح أنا من وجهة النظر ديالي أنا كيبان لك بأن السيد بون النية حسنة هذاك الشيء علاش حنا كنسمحوا ليه لأن النية حسنة وي وواحد فاش كتكون النية حسنة كدوز كتعرف بأن غير بروبليم دو كوم دونك كدوز عليه بيان سور بيان سور ثاني حاجة اللي عجبتني فيه وصراحة الله شتي اليوم في الصباح وي أول خطرة واقيلا غنشوفها أول خطرة في التاريخ كاع المؤسسة وي غنشوفوا بأن رئيس كيتصور مع جوج اللعابة كيسالي معاهم عقد كينهي معاهم العقد والسلام عليكم السلام على بروشين وي هادي عمرنا ما شفناها ميم المؤسسة القدام اللي عرفنا لا والو والو ما عمرنا بصح ما عمرنا شفناها صح ما كاين هذا راه هما تيقول لهم تيقول لهم سير سير جري طوالك تيقول لي سير الفيفا ولا سير الطاس ولا سير فيما بغيتي علاش لانه هو ما بغيش يخلصو هو ولاش غادي يخلصو هو داكشي غادي يخلصو كيدوزو صحابو علاش غادي يخلص هو لاعب ويفك معاه مي سي سا البروبليم انت واحد الحاجه اللي كدل عليها ان السيد ما خدامش اكورتام وي شي حد واحد فاش كيخلص واحد وي كتعرفوا انه بغى يخدم معاك السنوات دونك حنا كجمهور صراحه انا فريمون خصنا نصبروا عليه واخا تكون شي هاد السنه تكون بيضاء وما تقدر تكون بيضاء حنا ما نتمنوهاش بطبيعه الحال وي تقدر تكون بيضاء خصنا الجمهور خصنا شويه التغيوت من قضيه شويه صعيبه راه كاين بزاف لي شونتي خصنا امنوا بالمشروع خصنا امنوا بالمشروع انتدابات ما هي الا جزء من المشروع الاهداف مسطره ما هي الا جزء من المشروع راه المشروع جلوبال راه فيه ما هو اداري راه فيه ما هو انخراط راه فيه ما هو اكاديميه هي شي شي غاديك الاكاديميه ملي غتحل في لا فان دي موا هذيك الاكاديميه راه عرفتي الميزانيه اليوميه باش غتسير عرفتي الضو ديالها شحال فيها من بوله غير الضو ديالها الا شعل غير شحال كتكونسومي ديال الطاقه غير شحال كتكونسومي ديال المشروبات ديال المصاريف ديال العمال هذوك الناس اللي خدامين تما راه عرفتي الطونسبور باش يوصلوا للخدمه راه عرفتي بزاف ديال المشاكل كاينه في هذيك الاكاديميه علاش هادو اللي فاتوا كيتهربوا من الافتتاح ديالها راه عارفين غتقام زباله ديال المصاريف اذن هذا طرف من المشروع عندنا مسائل ديال الانخراط يخدم لنا على الانخراط على تخفيض الانخراط يخدم لينا على 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 اللجنه التقنيه نحيدوا اللجنه التقنيه ونديروا اداره تقنيه ونديروا مدير رياضي اللي غيخدموا معاه الناس يمشيو يقلبوا على اللعابه في قنت افريقيا في قمقوم افريقيا يجيبوهم لينا راه كيخصنا بزاف ديال شونتي غيتفتحوا دونك خصنا نامنوا بالمشروع غنمشي نامنوا بواحد شويه من المشروع باغيين غير الريزولتا الريزولتا اياه غيجي غيجي ولكن خصنا نامنوا تكون عندنا رؤيه واسعه رؤيه ديال الرجاء اللي بغينا نشوفوا غدا الرجاء اللي غترجعنا لايام الخوالي دونك باش نوصلوا ليها نامنوا بالمشروع ما نامنوش بجزء صغير من المشروع شي اللي كاين اخويا تحياتي لك وكنشكرك 100% وخاص ربما هادي خرج رئيس ولا المسؤول على التواصل يخرج يوضح هذا الشيء دابا وصل لو مومون باش يخرج اكسبليكي لي شونتي اللي خدامين عليهم باش غير اكيليبري شويه لان فريمون هذا لو سوجي ديال لو ريكروتمون خدا واحد خدا اهميه كثيره وخدا اكثر من الحجم ديالو وتنظن الناطق الرسمي تنظن راه باقي كيعاني من الاثار ديال ديك العمليه اللي دار راه فاش ديك الخرجه اللي خرج ديجا راه كيبان ضعيف راه وجهه كله مسلوط تيبان لك السيد راه باقي مريض باقي الله يشافيه ما كاين حتى شي مشكل غادي ينفعنا واحد الوقت راه دابا الرئيس كيقوم بالمهمه عن طريق لي ميساج في انستغرام راه كيقوم بالمهمه لحد الان ولكن حنا نتمنوا انه يعني يكون مشكل ديال الانتدابات يتصفى دغيا كنتمنى من الرئيس انه ينجح لانه كيدير مجهود ونتمنوا ينجح انه يفضي دغيا هذا الشيء قبل من نهايه هذا الاسبوع هذا باش نتفرغوا لي شونتي الاخرين ان شاء الله وحتى هو غينقص عليه الضغط شيء اكيد لان الضغط كاين في الانتدابات شي انا اللي جات عليا الاخ يوسف الله يلا بارك الله يجعل البركه رغم في البوست داتاكون لي انا كيبان لي خابه كان من احسن لي زاتاكون اللي عندنا في البلاد وي وحنايا حنا واش حنا داك العام كنا كنامنوا بالبلاد الجديده وي كنا كنامنوا ان وامتى غيلعب ما تنساش البوست تاع تسعود راه غتلعب بواحد راه ما غتلعبش بجوج وي دوك تزيد واحد الثالث دابا شنو شكون خابه واحد كي قلتي قبيله داير ساكريفيس باش يجي عندك ما تحطوش رون بلاصو بن جديده
اللي جبتي لي واحد يلعب بلاصه صافي قتلتيه مع عمك ما مع ما ما يبقى ينوض راه عطاكم خصو يلعب وي دونك انا بالنسبه ليا جوج او موا بعدا تشوفهم غير حتى لارفان ديال تال ديسمبر ديك الساعه على بالك تكمل انا جو روجوان طوني ديت انا بالنسبه ليا ما عنديش مشكل في لافاسونتر ولكن عندي مشكل في لو دومي ديفونسيف انا ما نكرهش علاش لي دومي دومي ديفونسيف راه يلاه عندنا دابا مجاهد بوحدو اللي عنده داك البروفيل ومجاهد حتى هو راه شتي مع الجيش راه كيلعب غوليور دونك لو بروفيل اللي قريب شي شويه لذاك البوست يقدر يلعبوه هو مجاهد ومجاهد انا يكون عليه ضغط كبير الى لعب في داك البوست لان كلشي كيتسنى في داك البوست وكلشي مخرج عيني وضيعنا الصفقه اللي كانت ديال البحيري ماشي ضيعناها حبسوها علينا وكانت مجهوده باش نجيبو دومي ديفونسيف بقى خلق لنا مشكل ملي مشى لارجون دونك كنتمنى انه داك المجهود اللي غيدار على لافاسونتر يدار على 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 دومي ديفونسيف يكون في المستوى اللي غادي يهز الفرقه ويبقى مجاهد كيلعب في الظل ديالو ديما كيدخل مره مره كيدخل ويبقى يتناوب معاه على الماتشات مثلا كاع ما عندناش مشكل ولكن هذاك البوست غادي يهزنا بزاف الا لقينا شي واحد شي فالور سور غادي يهزنا داك لو دومي ديفونسيف اكثر من حاجتنا الى مهاجم لان راه ما تنساش راه عندنا خابه وعندنا بن جديده وراه عندنا حتى واحد الوليد الثالثه وراه كيلعب تما اللي هو يسري داك الجزائري راه كيلعب اون بوينت راه مع فرقته كان كيلعبو اون بوينت دو طون سون طون عنده داك الدخله الكاري عنده كيلعب في الكاري مزيان دونك تنظن بانه حاجتنا اكثر لدومي ديفونسيف وكنتمنى انه يجيب الله التيسير شكرا خويا كنشكرك المهدي تحياتي فرصه سعيده خويا بارك الله عليك بارك الله عليك اخويا شكرا السي مهدي نشوفوا معنا السي مهدي حتى هو ربما يدخل معنا واخا نشوفوا هنا ربما السي مهدي باش نختموا فوالا باقي مع الفريق ستوبور هو اللي خاص صافي لا ستوبور عندنا راه سمعنا يعني شنو هو هذاك مقدم ماشي ستوبور اخويا غنجيبو ستوبور انت سي مهدي تنظن مكاينش معنا مرحبا ما كاين حتى مشكل دونك الاخوان تنظن حنا فتنا وصلنا للوقت هو هذا كنشكركم على المتابعه ديالكم الحمد لله حنا تقريبا دوزنا اغلب اللاعبين اللي هما جاوا جداد حصات شويه راه مرهقه ولكن الحمد لله اننا كنستطيعوا اننا ننجزوها يوميا جوج لاعبين ماشي سهله بقاو لي واحد ثلاث لاعبين في الحصه ديال غدا ان شاء الله تكون هي النهايه ديال هذه السلسله ديال نهضروا شويه على داكشي اللي عندنا اللاعبين اللي انتدبنا فغدا ان شاء الله غندوز 3 جوور غندوز الحارس بعدا اللي هو الحويزي جكوا سميتو اللي جا من وداد فاس وغادي ندوز اللاعب اللي هو اللي هو نسيت على سميتو ديال خنيفره اللي جا من خنيفره وكذلك اللاعب اللي جا من سلا هادو ثلاثه غندوزهم ان شاء الله في اللايف ديال غدا ونهضروا عليهم على الفيديو ديالهم ونهضروا عليهم باش نختموا ان شاء الله هاد الحلقات ومن بعد غنرجعوا للاستوديو العادي اللي كندوي فيه على امور رجاء كل مره فتحياتي لكم كنشكركم على المتابعه ديالكم ان شاء الله نتمنوا انه الفريق ديالنا يستمر استعدادات ديالو بجديه وانه ينسينا في المآسي اللي عشناها من قبل وان شاء الله يكون الفريق ديالنا موفق بقياده رجل خبره اسمه البنزرتي وبقياده مسير محنك يصلح اخطاء القدماء واصلاح واخطاء السابقين ونتمنوا ربي يكون معاه وان الجماهير هي تكون معاه والدعم وان شاء الله كلنا وراء البدراوي دمتم بخير للقاء في لايف الغد السلام عليكم.